إن شاء الله القادمة ولاية جماعية القادمة، في حالة ما تمكن الحزب ديالنا من الظفر برئاسة المجلس. بالنسبة لهذا البرنامج، هو برنامج واقعي، برنامج عملي، برنامج طموح، لأنه ما جبناش من شي مدينة أخرى، ولا من ولا بحثنا عليه في الإنترنت، ولا تيليشارجي في من الانترنت، ولا نقلناه من عند شي حزب اخر، ولكن هذا كان نتيجه ديال العمل ونتيجه ديال اللقاءات اللي عملنا، واللي بدات ملي تعن على لوائح تقييد ولا تسجيلات في اللوائح الانتخابيه، داك اللقاءات التحسيسيه اللي كنا قمنا بها باش المواطنين القنيطريين يتسجلوا باش يصوتوا ان شاء الله في الاستحقاقات الجايه. واستمعنا، وكانت مناسبه باش استمعنا فيها للمشاكل والهموم والاولويات ديال القنيطريين في كل منطقه في مدينه القنيطره، منطقه بمنطقه. نقدروا نذكروا عين السبع، الخاخصه، ولاد مبارك، الحنشه، الساكنية بجميع الأحياء ديالها، وسط المدينة، الحدادة، الضوحة. دونك حنا استمعنا الناس، وكانت بالفعل كانت هاد المعاناة ديال الناس وهاد المشاكل ديالهم كانت مختلفة على حساب كل منطقة على حدة. لهذا فإن هذا المشروع ولهذا البرنامج اللي خرجنا به هو تيلخص وتيعكس الاولويات والمتطلبات ديال المواطن القنيطري. دونك حنا ما جبناش شي حاجه من راسنا، حنا ما جبنا حتى شي حاجه من راسنا، حنا خرجنا عملنا استمعنا المواطن ودرنا واحد البرنامج. هذا البرنامج اللي غادي نقدمه لكم دابا ان شاء الله فيه الخطوط العريضه. ومن بعد ان شاء الله اذا كانت هناك شي تساؤلات ولا كانت هناك شي ملاحظات راه حنا غادي نجاوبوا عليها بحول الله. دونك بالنسبه للبرنامج ديالنا ان شاء الله، الشعار ديالنا هو القنيطرة تستاهل الحسن. أولا، إعادة توظيف الميناء التجاري لنهر سابو. ثانيا، فتح الضفة الشمالية لوادي سابو للتعمير. ثالثا، تهيئة منطقة المرجة الفوارات وخلق أنشطة مديرة للداخل بها. رابعا، إحداث مناطق خضراء بمختلف الأحياء. خامسا، إعادة النظر في طريقة تدبير قطاع النظافة في أفق تجويده والقضاء على النقاط السوداء. سادسا، الإسراء بإخراج معمل تتمين وتدوير النفايات المجمد منذ أزيد من 4 سنوات. سابعا، إنشاء محطة جديدة لتصفية المياه العادمة. ثامنا، إيجاد حل لمحطة معالجة المياه بالرمي لحماية المواطنين من الحشرات الناقلة للأمراض والروائح الكريهة. تاسعا، إغلاق المطرح الحالي وتحويله لمنتجع غابوي. عاشرا، خلق مراحيض متنقلة تستجيب للمعايير الأساسية وإشراك القطاع الخاص في تدبيرها. 11، تهيئة المنتزهات الغابوية وخلق أنشطة مدرة للدخل. 12، محاربة الكلاب الضالة. 13، محاربة الحشرات. 14، إخراج مشروع إعادة هيكلة عين السبع لحيز الوجود. 15، القضاء على مدن الصفيح. 16، إخراج مشروع إعادة هيكلة النخاخصة لحيز الوجود. 17، تسريع وتيرة مشروع إعادة هيكلة المخالف. 18، استكمال مشروع إعادة هيكلة ولاد مبارك. 19، تعجيل بصرف مستحقات الجماعات السلالية التي فوتت أراضيها للجماعة. 20، تفعيل اتفاقيات المبرمة مع العمران. 21، إعادة النظر في مقاييس توزيع البقع بأولاد مبارك الحنشة لضمان حق جميع قاطني المنطقة بما فيها الفروع المتزوجة والمغفلون، الناس اللي تنساو. 22، إحداث مناطق وتجزئة سكنية جديدة للتخفيف من أزمة السكن. 23، تسوية الوضعية العقارية لإحياء بام لابيطة وديور المخزن. 24، الإسراع بحل إشكالية النقل الحضري
قبل نهاية السنة الجارية ومراجعة العقد في اتجاه الزيادة في الأسطول وحماية حقوق العاملين. 25 إسراء بإخراج مشروع المحطة الطرقية الجديدة. 26 إعادة النظر في مخطط التنقلات الحضرية بإحداث الممرات تحت الأرضية لتسهيل انسيابية التنقل والحد من الاكتظاظ. 27 إحداث محطات للتاكسيات وسيارات الأجرة. 28 إحداث مرائب تحت الأرضية لفك الاكتظاظ في المناطق الحساسة. 28 الإسراء بإخراج مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على امتداد 110 هكتار المقرر في المخطط الاستراتيجي. 30 تشغيل مشتل المقاولين للشباب والمغلق منذ عشرات السنين. 31 فتح مباريات للتوظيف بالمناصب الشاغرة بالمجلس لاستقطاب كفاءات وأطر لتعويض المتقاعدين. 32 تحسين ظروف عمل موظفي وأطر الجماعة وتحفيزهم. 33 بناء ملحقة جديدة لتجميع مصالح الجماعة. 34 دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر الجماعة. 35 إعطاء الأولوية للشباب المعطل لاستغلال المحلات التجارية المغلقة. 36 إعادة تأهيل المراكز التجارية الجماعية وإضافة محلات جديدة بالإحياء الجديدة. 37 الإسراء بفتح أسواق القرب المغلقة والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث أسواق جديدة خاصة بالمناطق المفتوحة للتأمير لاحتضان الباعة الجائرين. 38 وضع برنامج لمنع رخص الأكشاش وفق قرار تنظيمي وخريطة محكمة تغطي كافة أحياء المدينة وإعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المعطل والأرامل. 39 إتمام برنامج ملاعب القرم باستكمال 35 ملعب بدل 7 ديال الملاعب اللي تم إنجازها. 40 رفع الاعتماد المخصص لمنح الجمعيات ووضع كناش تحملات لتحديد معايير توزيع لمحاربة الانتقائية الممنهجة. 41 تشغيل المجازر الإقليمية التي أنجزها المجلس الإقليمي قبل نهاية السنة. 42 العمل على إتمام ما تبقى من مشاريع المخطط الاستراتيجي بما فيها التي لم تنطلق بعد. 43 والأخير السعي لإنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا هو البرنامج ديالنا، ولكن تبقى برنامج فليكسيبل. تنظر بأنه انطلاقا من الملاحظات التي تعطيونا، ربما إلا كان شي أمور اللي إحنا ما خديناش بعين الاعتبار، ما رديناش البال، نقدروا تاهي ندرسوها ونعطيوها تاهي الحظ ديالها باش تكون في هذا البرنامج اللي عديناه خصوصا للولاية إن شاء الله القادمة في حالة الفوز ديالنا برئاسة المجلس الجماعي. الرياضة درت على الجمعيات الانتقائية. دونك واش تفضلوا ندخلوا الأسئلة ولا نشوفوا البرنامج ديال السياحة؟ دونك البرلمان من بعد هو. مرحبا بكم. مرحبا. أنا نقدر نجاوب بطريقة واحدة أخرى، هو أنه تنظن بأن الحدود ما تجيش غير هكذاك. الحدود تجيب العمل، والحدود تجيب المشروع، والحدود تجي بالأطر اللي يمكن لهم ينزلوا المشروع ديالهم. دونك أنا تنظن إلا شفنا خريطة انتخابية في القنيطرة، تنظن بأن حزب التجمع الوطني الأحرار غادي يكون إن شاء الله من الأولين. إن شاء الله غادي يكون حظوظ عنده كثيرة، وكاين هناك إشارات جد إيجابية في الشارع القنيطري، وهذا اللي تزيد يحمسنا ويعطينا تحفيز أكثر. الله يطول عمرك. معروف السي أفتر بلا ما طمح باش يوصل للسلطة،
الشعبي الواسع عبر انتخابات حرة جزيرة وشفافة. استاذ عدنان، شو هو أول إجراء غتقوموا به مباشرة بعد ما تولوا مسؤولية تدير الشعب العامي؟ يعني اقتراحات الإصلاحات اللي كتشوفوها ضرورية. لا مرحبا، بغيت ندوز جاوب سؤال بسؤال ولا نسجل جميع الاسئله؟ سؤال سؤال حسن. انا تنظن بان القنيطريين هما اللي جاوبوك على هذا السؤال، لان ماشي انا اللي نجاوب، لان ماشي الاولويه ديالي انا، الاولويه ديال القنيطريين، والاولويه ديال القنيطريين هو نقل حضري في المستوى يحترم كرامه المواطن القنيطري. ومين تنقول ان هناك نقل، راه ما بقاتش نجيب الاسطول ونحطو، بقات الاسطول والمواكبه ديالو، النظافه ديالو. دونك هنا احنا غنعطيو اهميه الاولويه ديال الاسطول، لان من ناحيه القنيطره خصها اسطول، والاسطول النقل ولا تيدخل في اللوجيستيك، واول حاجه تيسوع عليها المستثمر ملي تيجي شي مدينه هو النقل، واش متوفر ولا غير متوفر، هي اول مساله. ثانيا حنا عندنا واحد الافه اجتماعيه خطيره جدا، ان ما نساوش ان واحد 530 عائله تقريبا اللي مساكن متضره وبدون عمل، وشكون تيحس بها؟ دونك حنا تنظن لا اقتصاديا لا اجتماعيا خصنا نبداو بهذا الملف وعطينو الاولويه، باش ان شاء الله القنيطريين يسترجعوا الثقه ويسترجعوا النقل ديالهم، وهذوك الناس الساكنين اللي ما خدامين شيء يرجعوا للعمل ديالهم. العمليه ما تكون سهله، لانه ديجا هناك عقده اللي موقعه وفيها شروط، وهذيك الشروط لا تحترم الواقع القنيطري، لا من حيث عدد ديال الاساطيل، لا من حيث عدد العمال اللي غادي يدخلوا يخدموا، وحتى الطريقه باش انا غادي نونجاجي واحد المبلغ كبير من الميزانيه ديال القنيطره اللي على حساب الدرايه ديالي بانها هي مفلسه، فهمتي؟ ونطلب الله حنا دابا هذاك من بعد نجاوب على هذا السؤال، انه ما عنديش لاش نشري 40 اسطول. الشركه اللي رسى عليها هي تكلف بالاسطول، ونبقى انا تخلصني انا في الواجبات ديالي اللي تيخلصوا جميع الشركات اللي كانوا من قبل. دونك حنا تنظن بان ذاك العقده تنظن خصها المراجعه، ما صلحاش القنيطره والقنيطريين، ولهذا غادي يكون ملف كبير وفيه مخاض، ولكن تنظن بان ان شاء الله حنا هنا الا عطينا كلمتنا راه غادي نوفوا بها ان شاء الله. تنظن غير الا رجعتي للبرنامج راه تلقاهم، ما تلقاهمش هكا موضحين، ولكن غادي تلقى بالنسبه قلنا استكمال البرامج اللي كانت في المخطط الاستراتيجي، راه هو البرنامج المخطط الاستراتيجي المسرح راه هو كاين، ولكن ما كملش جاي 50 مازال ما كملش جاي. لا هذاك ما بقاش، هذاك المركب الثقافي، هذاك الارت المجلس اللي فات راه عرضها للبيع وداز شحال مره في مزاد ومازال ما مارسات على شي حد. في المحكمه تنظن ان كاين شي واحد يمكن داير فيها تقييد احتياطي، ولا انا ما عنديش معلومات كافيه، ولكن سمعت بان فيها نزاع، ولكن راه عندنا واحد المسرح اللي داخل وتشنو سيدنا الله ينصرو، وراه خصو يكمل. دونك حنا راه مدخلينو هنا، حتى هما راه غادي نلتزموا بهم ان شاء الله باش غادي نكملوهم. بالنسبه للبنيه التحتيه راه تكلمنا على البنيه التحتيه وديال المناطق المتضرره، راه كاينين هنايا كلها عين السبع المخالف نخاخص، راه كلهم دون على البنيه التحتيه ديالهم، الفوارات دوينا عليها كلشي دوينا عليه. بالنسبه للقنطره راه السي حاتم برقيه لان تدخل في قطاع حكومي، دونك هو تنظن بانه اولى باش يجاوبكم على هذا السؤال.
جوطيات بن عباس هو راه داخل في المشاكل. حنا راه اللي كان راه غادي نكملوه، اللي كان المشاكل اللي كانت راه غادي نكملوه. هذاك الملف ملف معقد باش نجيكم بصراحه، ملف معقد لان دخلوا فيه بزاف ديال 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 الاطراف، البنك، الجمعيه، الارض مرهونه. هذاك لحد الان راه بيد القضاء، خاص بعدا القضاء يقول الكلمه ديالو، وحنا على بناء الكلمه ديال القضاء غادي نشوفوا شي تصور كيفاش غادي نحاولوا لانه اللي غادي نستافدوا من هذاك المشكل هو ما غاديش نحاولوا حنا نطيحوا في شي مشكل بحالو، فهمتي؟ لان هنا هذاك مساله ديال تدخل في الحكامه وفي التقدير وفي هذا. انا بالنسبه لي كرجل قانون والحمد لله زعما هذا من بين الامور اللي تساعدني في المهام ديالي باش ما نطيحوش في هذه الامور من هنا فصاعدا. شكرا. شكرا سيدي. تفضل. السلام عليكم. جيد. بالنسبه للاراضي السلاليه، الاراضي السلاليه هناك قانون، قانون خرج واللي هو اللي من بين الامور ديالو هو كان قانون قديم ديال 1919 وتم خاضي وتتنقص. وحنا بغينا الصراحه واحد الوعاء عقاري اللي يمكننا باش نوجدوه للاستثمار. انا تنقول بانه خصنا نقصوا شويه من العقار من التفكير في السكن، لان انا هو ضروري، ولكن نعطيو الاولويه للمناطق الصناعيه، لان المناطق الصناعيه هي اللي تخدم لنا الشباب. والمشكل اللي عندنا دابا في قنيطره وبحده هو البطاله. دونك حنا بالعكس حنا مع التفويض ديال 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 الاراضي السلاليه مع احترام ومع يكون واحد الثمن مناسب باش السلالي ما يضرش. ما نبيعش بأرخص الثمن باش الناس يربحوا اموال طائله على ظهر داك السلالي من ناحيه، ولكن حتى الا كان واحد حيت خصنا داك المعامله ديال غانيون غانيون، وين وين خاص السلالي يربح، واحد المعادله السلالي يربح والمجلس يربح والشباب تربح والمدينه تربح. الا وفقنا ما بين هذه الامور كامله راه الاراضي السلاليه غادي تنفعنا هنا في قنيطره. هذا تنظن انا جاوبت على السؤال ديالك، الا كان شي نقص نزيد نشرح. لا شكرا، هذا واجب. بالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه للمراه واخذينه بعين الاعتبار، ولكن اللي واخذوا بعين الاعتبار يعني الاثار المعاصره اللي تواجد على الاقتصاد الشعبي والعداله الاجتماعيه على الزوجات، يعني التحالف هذا واش ما تيضعفش من المطلوب ديال المؤسسات؟ وتنقول لك انا ذاك المثل ديال يتولد ونسميه سعيد، ملي تولد نسميه سعيد، ياك ياك ملي تزاد نسميه سعيد. انا تنظن باي تحالف ما غادي يكون تيحترم واحد المعايير محدده اللي غادي يحدوها الاحزاب، ماشي حنا. ولكن حنا شخصيا عندنا بعض التوجهات. حنا بغينا الناس اللي نتحالفوا معاهم يكون البرنامج ديالهم ولا الرؤى ديالهم ولا لا فيزيبيتي ديالهم تكون سميتو تتقاطع مع ديالنا حنايا. بغينا الناس جداد ما كرهناش، ناس عندهم توجه جديد، ناس عندهم بحال قلتي عندهم بحال قلتي قوة جديدة، فهمتي؟ باش حيت المدينة ما نكذبوش على راسنا، قنيطرة خسر خدمة. خسر خدمة، وخصنا نخرجوا من الطريقة التقليدية ديال التسيير وديال السياسة.
كفانا من الكلام، كفانا من الهضره، كفانا من 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 السب في الاخر والقذف في الاخر. وهذا انا تنظن بان الانسان الى 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 الى, إلى, إلى نجح وبدا تكلف بالعمل ديالو بالبرنامج اللي ديالو غادي يربح له وقت، المواطن غيكون على خير وبخير، ومن بعد الامور كلها تكون على خير وبخير. واش بون، هذا السؤال مهم بالنسبه لي لانني انا كرياضي وفاعل رياضي وتنحب الرياضه وراي مسير سابق في الرياضه. انا الصراحه غير راضي على هذا الشيء الواقع في قنيطره بالنسبه للرياضه صراحه، لان قبل كانت قنيطره متميزه في المغرب كامل وتتضرب بها المثال، واللاعبين ديالنا تيلعبوا في البطولات كلها ديال 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 ديال, ديال المغرب. هاد التراجع الصراحه انا ما فهمتوش، انا بحالي بحالكم ما فهمتوش فهمتي، من دي جوغ لوندو بحال تيقولوا من بين ليله وعيش وضحاها. كنا في الاول هبطنا في السفل للسفل، والدرجه الثالثه ما زعما انا الصراحه انا ما هضمتهاش. انا قنيطره ملي دخلت ليها وصدقوني انا دخلت تنسير قنيطره، خليت المكتب ديالي عائلتي مابقيتش نشوفهم، وليداتي تيتشكاو وفي واحد الخلعه تنقول ما بغيتاش طيح في يدي ومخلوع، ما بغيتاش طيح في يدي وتنتقاتل وتندير لي مايلي بي باش تبقى واللعابه نحفزهم. والحمد لله جي كري اون ديناميك تما، والناس والحمد لله حقنا في اخر دوره لو ماتيان. انا العام الاول كان صعيب بزاف، والعام الثاني الحمد لله خدينا بواحد اريحيه وسدنا الديون ديالنا. دونك انا تنقول انا علاش ما نفس الناس كان في عندهم نفس التخوف بحالي انا، ما نطيحش الفرقه الدوزيام ديفيزيون تكتب عليا التاريخ، مع العلم ان المجهودات كل اللي كانت تدار، وكانوا بعض الاشخاص تيحاربوني، وكانوا بعض الجرائد معينه كانت تكتب عليا. انا مكلاسي تروازيام في لالي ديال العام الثاني ديالي في البوديوم، وتيكتبوا عليا في الجرائد يوميا. وسبحان الله العظيم من بعد ملي خرجت ما بقاوش يكتبوا هذه الجرائد، ما فهمتش. دونك انا ما انا تنقول انا الصراحه انا الكاك انا في الدم ديالي من صغري، لان انا ولد قنيطره وتنعشق قنيطره وتنبغي قنيطره وتنضحي من اجل قنيطره. ولكن انا التصور ديالي شنو هو؟ التصور ديالي واضح. انا شوف بحال دابا حيت نقولوا عطاو كل حاجه لمواليها، ما نخلطوش. الانسان ما عنده حتى علاقه بالرياضه ما يديش الرياضه، اللي عنده مع الباسكت يمشي الباسكت، اللي تيعرف يسير الباسكت يمشي الباسكت، اللي تيعرف يسير الكره القدم يمشي كره القدم، اللي تيعرف يسير كره السله يمشي كره السله. ما نبقاش انا نخلق انا غير ندخل في شي امور باش نبسط يدي تما، باش من بعد انا نبقى نحتاجهم في شي امور اللي لها علاقه ليها بالعمل وبتطور المدينه. تنظن بان الميساج ديالي داز. انا تنقول بانه قنيطره حنا الدور ديالنا شنو هو؟ حنا عندنا منح، وهادشي تنأكدوا، لان تشكاو ليا بزاف من الناس مساكن الله يحسن العوان، تيقول لي هل يعقل كاين بعض الجمعيات اللي ما عندهم حتى شي برنامج، عمرهم ما تحركوا ما داروا حتى شي نشاط، تياخذوا 5 6 مليون، وحنا مثلا عندنا فرقه في بريمير ديفيزيون ديال ميني فوت تناخذوا 15000 درهم، عندنا دي شارج ما عرفت ديال العام شحال تيسواو، خصنا الترونسبور، خصنا اللعابه يخلصوا دي بريم، خصو هادو. دونك انا تنقول ما كانش هناك واحد التوزيع اللي عادل واللي وشفاف واللي تيحترم زعما الامور. دونك انا تنظن بان احنا التوجه ديالنا المستقبلي هو غادي يكون ما غاديش يكون انطلاقا من العاطفه، العاطفه وانتقائيه. الى فضلتي نكمل ولا بغيت نكمل الجواب ديالي؟ دونك انا تنقول ان شاء الله حنا خصنا ننتقلوا. انا تنقول بان العاطفه هي سبب المشاكل كامله، العاطفه بحال تيقولوا داك باك صاحبي بحال تيقولوا بالدارجه وداك الشيء هي سبب المشاكل كامله. انا تنظن خصنا ننتقلوا من العاطفه الى العمل، الى لا غيزون المنطق، هادشي اللي خصنا ننتقلوا ليه. انسان صالح واخا يكون خويا ما صالحش نحيدو ونجيب واحد براني اللي في يدو اللي عنده كفاءه. انا تنظن بان الجمعيات، وهذا ميساج بالنسبه لي، كنت انا رئيس الجمعيات اللي تكون تشتغل، وانا تنعرف بعض الجمعيات تشتغل صيفطوا ليها ما عرفت 5000 4000 درهم ولا 3000 درهم معروفين بلا ما نقول السميات دابا، وتنشطوا واحد النشاط كبير ومساكن تيديروا العمل الخيري وتيكونوا الناس وتيكونوا مساكن في التسامح في التكوين ديال 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 المهني ديال الاطراف، ومساكن داك الشيء عندهم ضئيل. انا تنقول بان الجمعيه تستافد خص يكون عندها انكايد شارج، خص يكون برنامج عندها وتوضح لي ذاك البرنامج ونشوفه فهمتي، وغادي نبني عليه المنحه ديالي.
ونواكب لكن اذا كان بامكاننا نواكبه نواكبه. اللي ما عرفش ما عندوش اللي ما عندوش اللي ما عرفش نساعدوه. ولكن المنحه تكون مستحقه، ما كفانا من الريع كفانا من 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 المنح اللي تتعطى هكذاك مجامله، لان راه فلوس المواطن هذيك ميصرفشوا، راه فلوسي انا وفلوسكم نتوما كاملين، راه اللي عنده الفلوس راه خصو انا راه خص فلوسي تمشي لبلاصتها، ما تفرقش باب واحد منطق ديال الزبونيه ولا ديال المحسوبيه ولا ديال تنطرنا جاوبت على السؤال. اش كاين واجب تفضلوا سي عمر. بعد الاطلاع على هذه انا من هذا الباب انا احتياطيا بالنسبه للناس اللي معايا في الاخوه اللي معايا في 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 في, في, في اللائحه ديالي، حنا تجنبنا باش ما يوقعش نيت هذا اللبس، وهذا تجنبنا باش كل لائحه اللي ما عندهمش انتماءات لبعض الاحزاب اللي كاين بعض الكلام عليهم وصافي بلا ما نصرحوا. بالنسبه للتحالفات انا تنظن وهذا ميساج اللي غادي اذا كانت التحالفات من اجل عباش نرجع ونسير واحد المدينه اللي هي مفلسه وما عنديش انا واحد برنامج وواحد الرؤيه ونعتقد المدينه، حتى التحالفات راه غير مجديه. اذا كانت التحالفات من اجل بناء مدينه جديده، من اجل العمل على تنفيذ واحد البرنامج اللي غادي يعوض القنيطريين عليه لهذه المده كلها اللي فاتت وانتظارات ديالهم، واللي فيه تصور الشباب، واللي تولي عندنا مدينه نظيفه ومدينه فيها النقل ومدينه تولي سياحيه بمعنى الكلمه. الا كانت التحالفات غادي ترجع لنا تمشي في هذا الاطار، انا تنقول الله يسهل على الجميع. ولكن لكن التحالفات من اجل الرجوع للكرسي، انا تنظن بان الله يجعل البركه، ولا دوز حقه يغمض عينه، الله يجعل البركه، خليو الناس عاوتاني جداد بغاو يخدموا، خليو كفاءات جديده بغاو يخدموا، عندهم نفس جديد، بغاو يطوروا قرابين من 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 تفكير الشباب، عايشين الهموم ديال الشباب المواطنين، بغاو يرجعوا القنيطره للبريمير ديفيزيون، ماشي الكاك، القنيطره ترجع للبريمير ديفيزيون. فهمتي دونك الا انا تنظن بان يخليو الفرصه الناس جداد، راه تيقول لك تبدا من الناس الراحه، وانا ما كرهناش احنا ندخلوا حتى احنا نسيروا وتعرفوا هذا حزب الاحرار واش قد فمو قد دراعو، واش هذا البرنامج اللي 50 وخدام فيه واش غادي بصح غادي ينزلوا ولا تيكذبوا علينا وتتسمى حمله انتخابيه. دونك هذا الشيء باش تعرفوه، باش يعرف المواطن هذا الشيء، هذا خاص يجربوا هاد الناس هادو. دونك هذا هو الجواب ديالي على هذا السؤال. وكل سنة وانتم بخير. السؤال ديالي غادي يكون تبين للسيد عمر، هو اننا كنعرفوا دابا بان بالنسبه للناس يعني المجلس الحالي عنده واحد الجمعيات ديالو، الناس كيمولوا هذا الشيء راه كان معروفين، وكاين واحد يعني خصوصا في هذه الاونه الحاليه المجلس النوب ديالنا عرفنا بان الشارع واخا هكا ساخط عليهم، ولكن كاين واحد المعادله ان الشباب ساخط على ساخط على الوضع السياسي وانهم شنو اللي درتو عندكم باش تشجعوا ان الشباب باش ينتخبوا المواطنين كاملين، باش هاد الناس ما يعاودوش يرجعوا بفضل هادشي اللي كيديروا؟ باش نجاوبك على هذا السؤال، هو الكلام كاين اللي صحيح وكاين اللي تيتروج لاهداف معينه.
انا تنظر بان انا كنت صريح مع انا ما عنديش لغه الخشب وانا صريح مع اولا عطيت المثال بنفسي قلت لهم انا كنت نجلس في القهاوي مع اصحابنا وتمضون الذاكر على قنيطره هذه ما داير شيء هذه ما فعل شيء هذه ما مقداش هذا حشومه اليوم هذا ما هذا ما هذا وكيرا اللي تيعلق ماشي بحال اللي تينوض يخدم دونك انا جديد في السياسه ثاني بحالي بحال داك الشباب اللي كنعازف ثاني جديد في السياسه انا عطيت المثال حليت الباب تاع انا راه مايمكنش تبقى جالس في الدار وغادي ينوضوا يخدموا عليك الناس خاصك تنوض تخدم انت خاصك تشارك في العمل السياسي الامور تتغير في المغرب الحمد لله العزوف عمره ما يكون حل العزوف انت عاطيك الدستور واحد الورقه واحد الورقه فهمتي ان دووا دو فيتو الى اما جميل جازي به شي حد الى خدم مزيان تتجازي انت باعاده تصويت عليه ولا اما تتعاقبوا بهذاك الصوت ديالك الا ما خدمش مزيان راه غادي يفهم لا صوتيش عليه بان راه ما بقى الصالح انا علاش نقول لك خاص الناس انا اللي عارف بان الشباب لان كان دار واحد المجهود كبير من طرف القنيطريين والشباب هو موجود معنا وكاين الشباب اللي قاموا بحملات تحسيسيه كبيره ومنهم حنا والحزب ديالنا من اجل تسجيل في اللوائح الانتخابيه وتسجيل واحد العدد مهم ديال الشباب وحتى الحمد لله دابا الناس حنا حسينا بهم بانهم ولا خطاب اخر ما بقاش لغه خشاب ما بقاش تنهضروا معاهم بلغتهم ما بقيناش نهضروا حنا سميتو بلي جينيراليتي عار تنهضروا هكاك باش حنا تنهضروا معاهم تنتقاسموا معاهم المشاكل ديالهم حيت حنا من جينا حنا راه ولاد قنيطره من جينا ولاد قنيطره خدام في قنيطره ساكن في قنيطره لعب في قنيطره كبر في قنيطره حنا كنا عارفين شنو كاين في قنيطره دونك حنا دخلنا نمشي ناقشنا مع الشباب فسرنا لهم راه العزوف ديالكم ماشي في مصلحتكم العكس لانكم نتوما بالعزوف ديالكم تتخليو نفس الاشخاص يسيروا نفس الوجوه تتسير وهاد الاشخاص نتوما جربتوهم دونك بغيتو تغيروا راه خصكم تمشيو تصوتوا على الناس اللي حنا ما تنقولوش ولا بدي صوتوا علينا حنايا كحزب حرار هي ما كرهناش لان حنا عندنا برنامج بغينا ننزلوه لفائده المغاربه فهمتي حنا وطنيين الحمد لله فينا الوطنيه بغينا حتى حنا بزايده كاع بغينا حتى حنا نعاونوا في هاد المدينه ديالنا ونديروا يدنا في يدهم دونك حنا باش يعاونونا خصهم يمشيو يصوتوا راه ما صوتوا شيء راه ينمو انفسهم لان المساله ما فيهاش نهار ولا يومين المساله فيها 6 سنين راه الا ما نمشي صوتتي راه 6 سنين تتعاني اما تعاني ولا انا كنحس مزيان راه غادي يرتحك ولكن باش تعرف راك جربتي واش جربتي بزاف د الناس راه دازوا في الناس في الساحه السياسيه في قنيطره واش جربتونا حنا ايوا عطونا حتى حنا فرصه وان شاء الله ما نحشموكمش مرحبا لكم شوف هبشون قاعدة طبعا مسألة أنا دخلت السياسة أنا ما أول عام ديالي في السياسة أنا جديد في السياسة ياك والحمد لله زي ما عندي الحمد لله مستقر أسريا مستقر مهنيا الحمد لله ما ناقصني الصراحة والو انا بالعكس نقول لكم كون كانت قنيطره احسن من هكا والطوبيسات زوينين وتتمشي في طوبيس الكتريك وتتمشي في والفضاءات الرياضيه والتيرنات موجودين كون عفوني انا من 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 من, من, من ترشح كاع ولكن للاسف تتشوف مدينتك تتدهور وتتاكل العصا وانت تبقى تتفرج انا في النفس انا الصراحه معروف ما انا ما شي طله ما في انا شويه ديال تنبغي في التحدي في النفس ما ترضاش بعض الامور دونك انا دخلت لما ندخلش انا باش نوسخ واحد السمعه ديالي اللي بنيتها هذه واحد 20 سنة ولا 30 سنة ولي الناس براسهم لونطوراج ديالي تيقول لي انا سمع عندك ما دير بالانتخابات لانها توسخ راسك راه هذا راه بحال اللي قال الاخ راه فين ما مشيتي راه كاين ولكن واش غادي نخليو حنايا الملعب فارغ الا ما جاوش الناس داو النيات الحسنه والناس اللي باغيين يخدموا ويشتغلوا راه خصنا نحاربوا مع هذوك الناس اللي ما خلاوناش نشتغلوا دونك انا تنأكد بان حنا جينا باش نشتغلوا وبان احنا غادي نحاولوا هذا البرنامج ننفذوه ان شاء الله ما زعما لي ما ننفذوه 100% ونحاولوا نلقاو دي مونتاج نلقاو شي سبل باش قنيطره تجلب مستثمرين جداد باش تخلقوا فرص شغل باش الشباب حيت الهم الاول ديالنا دابا في قنيطره هو الشباب خصو
نسبة العطالة البطالة في المغرب في قنيطرة عالية بزاف. حنا بغينا الناس بغينا الشباب يشتغلوا، وهذا هو هذا هو الصراحة الهدف ديالنا. اكيد 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 الا ما كانش هادشي هذا انا مرجع غنحش نجي عندكم نقول لكم صوتوا عليا، ولا على القطره نقول صوت عليا غادي نساهم. سؤال صراحة صعيب. أنا الصراحة أنا داير بالي على الرئاسة، أنا حتى الساعة أنا موجد راسي الرئاسة، لأن أنا عندي برنامج راسكم شفتوه، راسي برنامج القنيطرة هذا، راه ماشي برنامج ديال الرباط درت له كوبي كولي، فهمتي؟ وأنا باغي الرئاسة، ونطلب الله نجيو حنا الأولين باش ناخذوا الرئاسة، ويكون عندنا تحالف يكون يسير، فهمتي؟ أنا ما كرهت شيء. بالنسبة للمعارضة راك عارف المعارضة، أي راه غادي نلعب الدور ديالي في المعارضة، ولكن هذا التصور ديالي غادي يضيع، وأنا متأكد إلى ما دش رئيس هاد البرنامج اللي نعطيكم بعد إن شاء الله دي كوبي ديالو غيضيع. دوك لابال الكرة عندكم نتوما ماشي عندي أنا، أنا اللي عليا درتو وجدتو استمعت الناس 160 لقاء واستمعت الناس وجلست مع الناس وما بكيتش على الناس، باش نقول لهم ما بكيتش على الناس، فهمتي؟ ولكن سمعت للناس والناس تاقوا بيا وعرفوني صادق في الكلام ديالي وباغي نتعاون مع الناس. دونك انا جيت باش ناخذ الرئاسه ان شاء الله. علاش نقول لكم القنيطريين هما اللي في يدهم، بغاو القنيطره تبقى بحال هكا حيت راه كاين بزاف الامور اللي مالها هذه كتكون في الختام تدار، ولكن بغاو القنيطره تبقى بحال هكا راه الكره عندهم، بغاو يعطيونا فرصه راه تنظن بانهم ما يدموش عليها. هذا هو الجواب ديالي. مرحبا سؤال مفتوح. باجاج عندنا باجاج مناسب جدا عمره ما تحط في المغرب، ما بغيتش ناخذ البلاصه ديال السي حاتم لان هو عنده حقه، ولكن هو غادي يزيد يشرح لكم. عندنا برنامج حزبي ممتاز بالنسبه للمغاربه والشباب ولا سميتو والشيوخ والمراه، هو نعطي الديتاي باش ما يقوليش خديتي لي حقي، فهمتي؟ عندنا برنامج ممتاز وخمس سنين الحزب خدام فيه و100 قافله 100 مدينه 300 الف واحد مواطن جلس معاها، قولي شكون هذا الحزب اللي جلس مع 300 الف مواطن ومواطنه؟ حتى نقول حنا واجدين، وحتى الميزانيه الانزال ديالها واجده، ونطلبوا الله يكون عندنا الحظ اللي كان عند الناس اللي قبلونا اللي قبل منا، كانوا شادين الجماعه والجهه ديالهم والحكومه ديالهم اللي طلبوها توصل. حنا كان صحه السي انا سيدي ندير لك خطوه اغلبيه يعني 99% ديال المواطنين ساخطين على هذه الانتخابات وعلى الحملات على هذا الشيء كامل، تقول لك حنا صافي ما نصوتوا عليه. انا تنقول شوف الصعوبه في المواجهه، الصعوبه ما درتهاش انا ما درتهاش انا غير مسؤول على الصعوبه المشهد السياسي اللي داز قنيطره، هو انا تنقول هو خسر المشهد السياسي، هو اللي خسر المشهد السياسي قنيطره. ومتى تخرج دابا حنا واش غنبقاو نشرحوا بزاف؟ متى تخرج الناس تيقولوا لنا وهذا وداك الشيء ما انت صفر، انه هو دابا حنا جداد تيقول لك حنا كاع الناس اللي جاو قبل منكم راه وعدونا وما داروا شيء. قلت له سليمان انا جديد، انا حاسبيني من 6 سنين، انا اول مره نترشح وحاسبيني من بعد الا ما درتش داك الشيء اللي وعدتك به، فهمتي؟ دابا الناس بصيغه اخرى بغاو ضمانات دابا، وماشي ضمانات شفويه، بغاو ضمانات وحده اخرى اللي حنا ضدها وما يمكنناش نخرطوا فيها، وللاسف راه دايره في قنيطره دابا لاستمالات الناخبين، وهذا تنظن راه العابات وغادي يخرق وغادي يخلينا في قنيطره اللور اللور الا ما تعاوناش كاملين وحبسنا هذا الشيء هذا راه غادي نزيدوا. انا ما فهمتش انا علاش الناس باغيين يرجعوا للكرسي، لا انا ما فاهمش زعما على الناس، الله يشعل البركه ولي دوز حقه كلا حقه مضعينه،
خلينا خلينا الناس وحدهم خلينا يخدموا ما فهمتش واش هاد الكرسي فيه شي حاجه ما عارفينهاش يعطونا نجربوه داو ربما يكون فيه تحملوا شي كنز ولا شي حاجه انا ما عارفش سؤال صعيب نجاوبك نجاوبك ان شاء الله من مورا الانتخابات نجاوبك مورا الانتخابات نجاوبك ان شاء الله نقول لك واحد المساله كاين اللي الله سبحانه وتعالى عطى شي امور ما عطيناش لكاع عباد الله كاين اللي تيعرف يتشطر كاين اللي مقبول كاين اللي تيعرف يجيب الفلوس انا الكاك ملي دخلت عليها كي كانت راه نفس تنظر نفس الحاله راه كانت ماشي مفلسه راه النهار الاول ما عرفتش ما كانش معايا مشيت لكم ديريج ب 30 مليون باش خلصت اللعابه لانهم كانوا يوليو ليبر هاد اللعابه 3 شهور مخلصين شيء عنده الحق لعاب تيسواك مثلا واحد 100 مليون حيت ما تخلصش 3 شهور تيولي ليبر نهار الاول مشيت 30 مليون فرقت على اللعابه بعدا باش ربح شهر مساله كيف ما دخلت على الكاك وكانت في حاله افلاس وكانت غارقه وكانت في الانعاش ودرنا لا غيانيماسيون وحيناها وبقات في البريمير ديفيزيون وخلصنا جميع الديون في عامين هادشي ماشي في 6 سنين بحال الولايه ديال المجلس راه في عامين وفي ظرف عام الاخر وكلشي تخلص 3 شهور قبل من نهايه الموسم وسولوا انا من سولوا الناس اللي خدامين في الكاك راه كلشي وتزاد ليهم في لي سالير وخلينا فائض دونك راه اللي يدير هذا الشيء هذا في الكره راه يقدر يديرو في المجلس على انه كاين بعض الامور حنا هو مساله بدات تسير عندك ولا ما عندكش فلوس كاين اللي تيعرف يسير كاين ما تيعرفش يسير كاين تيعرف عف دارك راه كاين اللي عنده 40 فريال وتيخرج راسو وكاين اللي عنده مليون وديما تيتسالو من الحانوت مساله اولويات مساله مفاوضات حيت انا ملي ندخل وبالي انا على التسيير وبالي على المدينه راه داك الميزانيه اللي عندي تنعرف كيفاش نوظفها في المدينه ما تبقاش نقلب على حوايج وحدين اخرين دونك انا غادي نعرف ان شاء الله كنجيب الفلوس وتنظن الا كان من حسن الحظ ديالنا بحال اللي قلت كيف ما كانت بالنسبه للمجالس اخرى الجهه لان ممول كبير ديال الجماعه المجلس الاقليمي كذلك والحكومه كانت ديالنا حنا كاحرار تنظن بان الامور غتكون ان شاء الله ميسره والميزانيات ديال التنزيل غتكون ان شاء الله متوفره وغادي نهبطوه ورغم ان كاينه ازمه كبيره ديال كورونا وكاين مشاكل ماديه وميزانيات صعيبه متعلقه بها ولكن رغم ذلك حنا غادي نحاولوا هاد الخمسين لان حنا كنتنا عطينا للمواطن لان بحيث نقولوا نعاودها الا ما التزمتش بهذا راه غادي نحشم نوريكم وجهي مره واحده اخرى لا مرحبا مزيان بالنسبه لي كونترينت واش لي كونطرا ديري في التسيير زعما في الجامعه الداخل ولا بالنسبه لي كاينين في قنيطره اش نقول شوف انا من نهار الاول تنقول في الامور راه ماشي سهله الامور راه صعيبه لان حنا ما دخلناش على ميزانيه فيها فائض وفيها ميزانيه التاهيل الحضري 8 مليار يمكن فيها النموذج المخطط الاستراتيجي تاعو ما عرفتش شحال فيه مليار والحمد لله كانت انتعاشه اقتصاديه وليزوتوريزاسيون تيتخلصوا بالملايين الحمد لله كانت صندوق عامره حنا دابا الحاله
على حساب اللي سامع اللي ما متاكدش بان المجلس مفلس ما كاينش ميزانيه كاين واحد الكري ديال الفيك ديال صندوق تجهيز صندوق التجهيزات الجماعيه اللي واصل يمكن ل 16 مليار مع 15 مليار غادي ناخذوا على العتق ديالنا كاين بعد الشركات اللي ما تخلصوا شيء وتا هما داروا دي سيزي ديالهم على لو كونط كاين بزاف ديال الاشكاليات اللي تكون في الميزانيه دونك ديجا كاين مشكل مادي هذا المشكل المادي تنظن تنقول لك حنا غادي نحاولوا لتزنا غادي ان شاء الله غادي نفكوه لان ما يمكنناش لارجون سي لونير دو لا غير ما يمكنناش حنا نخدموا بدون 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 ماده بدون ميزانيه هذا كون مطمئنين وحنا الحزب ديالنا ولا حنايا تنعرفوا كيفاش نجيبوا الفلوس ان شاء الله غادي نجيبوها ان شاء الله دونك الحاجه الثانيه بالنسبه راه ما لقاش الورود قدامي راه حتى في الكاك راه ما لقاش الورود قدامي كلشي تيضرب مع ذلك راه حنا غادي خدامين ولكن هذا اللي تيضرب ملي تشوف النتيجه واش في مصلحه المدينه ولا ماشي مصلحه المدينه واش مصلحتك واش مصلحتك دونك هذا اللي تيضربني انا راه غادي نخدم مع الصحافه راه تكون معايا راه داكشي اللي يطرى ليا غادي يكون غادي نقولوا الصحافه الا كان شي واحد تيضرب فيا في غير مصلحه المدينه راه قيطرين كل ما يكونوا عارفينه وكذلك الحمد لله انا محيط بالناس عندهم خبره الناس ذوي الاختصاص الناس اللي عندهم تجربه في التسيير اللي حتى هما تيعرفوا كيفاش يواجهوا هذه الامور عليا اللائحه ديالنا كان فيها ناس شباب ناس جداد ما عندهمش تجربه سياسيه كبيره ولكن كانوا معاهم ناس عندهم تبارك الله اطر وتيعرفوا كيفاش العمل كيفاش داير وان شاء الله غادي نحاولوا عندنا ان بانش اللي غادي نحاولوا نتغلبوا على هذه الامور اللي تكون غالبا ماشي في مصلحه القنيطريين لان واحد انا في مصلحتك واحد اخر تيضرب فيا دونك انت براسك تدافع عليا دونك هذا هو بالنسبه انكو القنيطره بحال قلت للاسف وليت نسميها ان دوغتوار ولات ما بيت ليل لا القرب ديالها هو في الايجابي والسلبي اقتصاديا استفدت الجماعه استفدت بعض الادارات استفدوا بعض الفاعلين الاقتصاديين في هذه الطفره العقاريه اللي كانت في قنيطره لان علاش ان بحكم القرب ديالها لمدينه ساله الرباط التماره وكنا عارفين بان ثمن المتر مربع في هذه المدن وصل ارقام خياليه ولهذا الناس باسكو كاين لونسيف كاينه لا نافيت دونك ولاو تيفضلوا يجيو يسكنوا في قنيطره لان الثمن ديالها نازل لان الارض كانت رخيصه دونك عليها دابا كلشي تكب في قنيطره وكلشي تتبنى في قنيطره دونك ولات بحال قلتي ان دوغتوار ولات مدينه اسمنتيه حنا ماشي ضد المدينه الاسمنتيه حنا ماشي ضد العقار ماشي ضد كلشي ولكن على الاقل العقار يدار مع فضاءات راه كل منطقه ما كلها حي خصو يكون عنده ان بارك انا براسي انا كان ميكون صغير ملي وليداتي تولدوا راه كان عندي التوان راه انا ما كنتش نلقى فين نديهم فهمتي حتى انا كنت نطلع للرباط ولا تمشي لهيلتون ولا تمشي شي بلاصه باش نتسرى بهم لان ما خاصك اشاك فوا تقطعهم الشانطي خاصك كل مره هي حفره كل مره دونك هذا الشيء هذا حنا اش نقول حنا ولاد قنيطره عايشين بهذا الشيء هذا عارفينه حنا قنيطره ماذا بينا نكونوا مرافق كاين تصور كاين الغابه ديال السكنيه عندنا فيها تصور لما لا بغينا تيرجعوا ان شاء الله بحال هيلتون يكونوا فيها لي تيغان دو سبور يكون فيها مرافق يكونوا فيها دي كافي يوليو الناس متزازوين نشوفوا منتزهات حدا اخرى جهه الحداده والضحى نشوفوا لما لا حدث عين السبع ولا الخاخصه دونك كاين تصور للساكنه ديال القنيطره باش حتى هي تخرج وتفوج لان مني وجبد اي واحد يبغي من غير العمل والجد وهذا غادي يبغي يرفع على نفسه يبغي يتسارى يبغي يدير الرياضه دونك هذا هو رايي في الموضوع ولكن غادي نحاول كاين بعض انا هاد السيد هذا الناس اللي تطرح هذه الاسئله هو شي يعرف الوارثي عن قرب انا نقول لكم بالتجربه انا ما عنديش لغه الخشب وتنهضر بصدق وبصراحه انا هاد الكلام ماشي هاد الناس يقولوا سمعنا بزاف الناس يقولوا ولكن هذوك الناس ملي جبتهم وجلسوا مع السي عبد الله الوارثي وشافوا كيفاش يشتغل وشافوا كيفاش يعمل
وشافوا الجديه ديالو والتفاني ديالو وتيجري تبارك الله اكثر منا حنا اللي باقيين شباب. اظن بانهم غادي يغيروا الراي ديالهم فيه. انا تنقول لك هذا السيد هذا عنده تجربه عنده كفاءه فهمتي. دونك ولا خرج شي كلام على هذا السيد دونك تنقول اي واحد راه معرض في المسيره ديالو الا بعض الامور فهمتي. دونك الانسان عمره ما يكون عنده داك الحكم البيني ولا اللي شاهد بالسمع. انسان يجي يتعرف على الشخصيه تبارك الله. حنا اشتغلنا معاه انا اشتغلت معاه تبارك الله عنده تجربه عنده كفاءه تيشتغل تيخدم حتى هو غير تو على مدينه كبيره. دونك انا تنقول لهم الا بغيتوا تعرفوا السيد شي سوا حقيقه اجيو عنده وجلسوا معاه وهذا الكلام هذا قولوا ليه هو مباشره وراه مستعد يتقبلوا ويجاوبكم عليه. شكرا واجي. انا هذه المنحه ملي كنت رئيس براسي كنت نعاني منها لانها ما تتعطى لي الا بمشقة الانفس. كنت ديما انا واقف عليها واقفين على الطيوع واقفين على الفلوس واقفين هذا وما تخرجش لنا بسهوله وعانينا منها وهددنا بالاستقاله وداك الشيء كان كثير. ولا ما ولاتش منحه كانت تعتبر بحال صداقه. انا تنقول بانه انا عندي مبدا انا راجل قانون انا غادي نخدم مع المكتب الشرعي يكون في اي اللي كان يكون فيه. انا ما ندخلش في الرياضه انا ندخل في حاجه واحده هو النتائج كون سبع وكوني نوض تخدم رجع لي الفرقه ندير معاك اكثر من ذلك. انت في تروازيام ديفيزيون رجع لي في دوزيام ديفيزيون نعطيك واحد المنحه اللي تستحق دابا تشتغل بها ونعطيك واحد ان بونيس كاين اكثر من هذا الشيء. رجع لي البريمير ديفيزيون دير ليا بها ان كوب دير ليا بها بطوله ونبدا نحفزك فين ما دير شي نتيجه نحفزك عليها. ولكن غادي نخدموا مع الناس اللي باغيين يخدموا. انا ولد الرياضه وتنعرف شي طرا في الرياضه. انا بغيت اللعاب اللي تسوى 10 مليون ما نخلصوش ب 50 مليون حيت 40 مليون ضيعه فيها الفرقه وبلاص اللعاب يمكن يجيب 4 لعابه. انا تنفهم في الكره دونك حنا حيت نقولوا وماشي في كره القدم في الكره المصغره في الباسكت حيت انا كنت نلعب انا الباسكت ملي كنت جون كنت نلعب الكره كنت نلعب الباسكت الفولي الهوند العاب القوى. حنا ولكن على حساب دائما الميزانيه اللي عندنا. حنا ما غاديش نكتفوا بهذيك الميزانيه اللي عندنا ولكن حنا غادي بحال يقولوا غادي نجتهدوا ولكن دائما حنا تنخرجوا بداك المعادله ديال وين وين. راه ما يمكنش نبقى نعطيك في الميناح وانت ما تدير لي والو وانت عاد تتفسد لي في الميزانيه ديال الفريق. غنتحاسب معاك فيها. غتعطيني ان بيزنس بلان غتعطيني ان بروغرام شنو درتي لي في لي جون لان قنيطرة معروفه في لي جون شحال خرجتي لي لي جون. سي اون ايكيب فورماتور تتخرج اللعابه واللعابه على الصغار كانوا تيمشيو لنا الفرق اخرى والطرق اللي تيمشيو بها ما ربحنا فيهم والو كاع. وتبارك الله دابا راه متميزين في فرق كبرى. حنا عارفين هذا الشيء هذا دونك هاد الناس اللي غادي يتعاملوا معايا راه ما يتعاملوش مع واحد ما عارفش الكره ولا ما عارفش الرياضه. تنعرف الرياضه انا بحال تنقول الناس ديال الكفاءه اللي تيفهم شي ميدان يمشي يعمل فيه باش تكون الامور سهله وحنا ما نضيعوا حتى شي حد لان كل شيء في الاخير اي تحسب لمدينتنا. لان الهويه ديال الكاك هي الكاك القنيطره ما بين الهويه ديال القنيطره هي الكاك والكاك راهي دابا في الحضيض. كما داخل ديالو تمشي تصب في مصلحه نادي القنيطره.
كما هو معروف وهو تنظن الاخرى اللي كانت دارت يعني تحت التعويله تنظن ان انا الصراحه غير ملم زعما بهذه المعطيات اللي عطيتيني زعما عن قرب ما نقدرش دابا نعطيك شي جواب اللي هو نهائي ولكن انا تنقول خاص الاستفاده كاين نضيق مثلا كره القدم ولكن راه كاين فرق اخرى حتى هما نقدروا نديروا شي تصور باش داك الفرق اخرى حتى هما تستافد النظافه النطريه الكواكب النجوم الى باقي سبو الرجاء راه باقي بزاف ديال الفرق اهرام دونك خصنا نشوفوا كيفاش نحاولوا مع اللي قلت لك يستافدوا حنا بغينا نستافد الجميع حنا ما بغيناش انتقائيه حنا بغينا نستافدوا الجميع حنا المصلحه ديالنا نخدموا السنين ديالنا مقاده كاع نمشيو بحالنا دونك حنا التصور اللي يكون عندنا ملي غادي ندخلوا ان شاء الله المجلس غادي نحطوه ونحاولوا نوفقوا الامور وغادي نكاك من غير منحه نقدروا الفرق اخرى نقدروا نساعدوها بامور اخرى ان شاء الله لما لا نساعدهم دي سبونسور ديك الساعه من الموقع ديال الموقع ديالنا نقدروا نشوفوا دي سبونسور الناس اللي يقدروا يزيدوا يعاونوهم في الميزانيه ديالهم وفي البرامج ديالهم لماذا الى جاوبت الا كان شي اخر سؤال ولا نختم بركه عليا دونك تنتمنى نختم انا وندوز عند السيد انا بغيت نطلب غير من الاخوان والاخويات الاخوات الصحفيات هذاك السيد اللي دار داك الكومونتير سميتو دريس المرضي فوكونت دخلوا الحساب ديالو غتلقاوه كله عداله وتنميه وافيه كله عداله كله تصاور ديال العداله اللائحه وكل شيء انا ما انا ما عنديش المعطيات ولكن انا ممكن ادرى بشي عابيه سي عبد الله الورسي شخصيا انا في الختام الله يخليكم نتمنى راه باقي مسكين حتى هو تيتسنى يلا اخر يلا باش نخدموا لان باقي الاخ حاتم حتى هو خصو تفضل واش غادي نشوفكم احسن باقا شي سؤال توفقوا شي حاله النجاح ديالكم واش موجود برئاسه المجلس التوفيق بين مهنه التوثيق ورئاسه المجلس البلدي وشكرا شوف انا تنقولوا هذه الكلمه تنقولوها حتى بيناتنا كاصدقاء هو التضحيه كيف ما ضحاو جدودنا بالغالي والنفيس باش طردوا المستعمر ياك حتى حنا كمواطنين وراه اعاده القوله ديال الشهيره ديال جون كينيدي ما تقولوش ليا شكون شنو درتي لبلادنا ولكن السؤال هو شنو درتو نتوما لبلادكم دونك حنا بالنسبه لهذه المساله ديال التوفيق هو
احنا ما يمكنناش كل واحد يكون اناني في حياته. قلنا بانه بدينا الحمد لله هذه المدينه كبرنا فيها وشغلنا فيها وعطاتنا الحمد لله ما كان عندنا والو الحمد لله، كان عندنا البركه اللهم لك الحمد عليها كبرنا بها والحمد لله ونحن مفتخرين بها. انا مفتخر باننا ما كناش عندنا امكانيات ملي كنا صغار، وتنظر اغلبيه المغاربه ما كانش عندهم امكانيات، كاع الشعب اغلبيه ديالو من غير الانتهازيين والوصوليين. ولكن حنا الحمد لله انا ظرفي خاص، انا الوالد ديالي توفى صغير كان عندي 7 سنين، حنا 5 دراري، الوالده مسكينه موظفه على قد الحال تكلفت بينا كافحت علينا قرينا شغلنا خدمنا. انا هذه المدينه عطاتني الحمد لله مهنيا و و و و و أسريا. مهنيا عطاتني الحمد لله اللهم لك الحمد، دونك انا من بين الموثقين اللي كاينين هنا مزيانين في قنيطره، واللي الحمد لله اللهم لك الحمد قنيطره عطاتنا ما نكذبوش على الله. وقنيطره تعطي لاي واحد جا خدم في قنيطره، ما تعطيش للبراني، تعطي حتى لمولي البلاد، ولكن على اساس ينوضوا يخدموا ما يبقاوش مقابلين اللي خدامين، والاخلاص في العمل والصدق فيه. دونك انا تنظن الى 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 عطاتني قنيطره حتى قنيطره عندها حق فيا، واخا غادي تاثر المكتب ديالي فهمتي، ولكن انا مستعد حتى انا نعطي وقتي ومن الوقت المكتب ديالي لهاد المدينه ديالي، باش حتى هي كيف ما نجحت الحمد لله وتنشكر الزوجه ديالي والاهل ديالي في الاسره ديالي وفي المهنه ديالي، بغيت نجحتها في المدينه ديالي. هذا هو اللي يمكن نقول لكم. وفي الختام اخر اخر نتمنى انني نكون جبت على الاسئله ديالكم كاملين، وليت نطلب نقول بانه حنا في هذا العام عام استثنائي، وحنا في منعطف خطير، اما نكون او لا نكون. المدينه محتاجه للتغيير، باش نكونوا صريحين، بغينا التغيير، بغينا مدينه جديده، بغينا نركبوا حتى حنا في التجافي ونمشيو بحال المدن الاخرين، بحال الشمال تتشهد مشى ليه، بحال الجنوب تمشي تشهد مشى ليه، كاين اللي وصل البوس الكتريك، حنا ما عندناش حتى لو بوس، كاين اللي ما عرفتش فين وصل، كاين بعض الحواضر، كانوا بعض الحواضر مدن صغيره قرى ولاو تبارك الله مدن جميله. دونك حنا حتى حنا الا زدنا تعطلنا راه غادي يفوتنا الركب وغادي نأديو الثمن ديالو غالي. ولهذا تنقول للقنيطريين والقنيطريات الله يجزيكم بخير، انني سمعت وتتداول بانه راه تيتشراو ديمان، تتشرى الكرامه القنيطري بابخس ثمن، وانا تنقول لكم صادق، انا راه ما باغيش ندير المجلس باش ندير باش 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 تحسن الوضعيه الاجتماعيه ديالي. انا الحمد لله ربي عاطيني رزقي، لا انا المجموعه اللي خدامه معايا الحمد لله مستورين اللهم لك الحمد، راه حنا جينا غير باش نخدموكم وثقوا بينا وجربونا، وهذاك اللي يعطيك شي بركه راه 6 سنين وغادي يبقى جرك فيها، وغيحيدها لك من حقك في القنيطره، غيحيدها لك من حقك في الطوبيس، من حقك في النظافه، من حقك في التيران، من حقك في النقل، من حقك في الكرنه في الطوبه فيها قد 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 الحولي، راه تتاكلوا على السم لا نتوما وليداتكم، راه الكاميونات ديال النظافه 40 لتر تتكب يوميا في الكامل الكاميو لو جو، راه وليداتكم تيطيحوا لهم الحلوى فوق داك لو جو تياكلوا المصاصه تجيهم الله يحفظ انتوكسيكاسيون، تيمشيو للسبيطار تخسروا عليهم زباله الفلوس، وكاين اللي تيموت كاع وما عارفين حتى باش مات. دوك راه المشاكل كثيره كثيره، ما تغرقوش 200 ولا 300 ولا 400 ولا 500 ولا 1000 درهم، اللي جا بغى يعطيكم هاد الفلوس جريو عليه، قول لهم شنو البرنامج ديالك، شنو درتي لينا اللي فات دايز، قول له شنو درتي لينا، شنو الحصيله، واللي غادي يجي جديد قول له شنو دير لينا والحصيله ونتحاسبوا معاك. وكيف ما وفي الاخير ما تبيعوش راسكم، راه بامكاننا نرجعوا قنيطره بحال الرباط وبحال اكادير وبحال الشمال، ولكن راه بالمساعده ديالكم انتوما وبالتصويت ديالكم بكثافه، وسيروا صوتوا، وكاع الاحزاب راه ما فيهاش كيف ما الشعب ما فيهش فيه الخايب وفيه المزيان، حتى الاحزاب فيها الخايب وفيها المزيان، راه ماشي كاع الاحزاب خايبين، والديمقراطيه هي هذه، وما يمكنناش نجلسوا بلا انتخابات وما يمكنناش نجلسوا بلا احزاب، وساعدونا باش نساعدوكم. الله يجزيكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونعطي الكلمه نعطي الكريمه للسي حاتم برقيه المرشح ديالنا
ديال الانتخابات التشريعيه. اجي اجي بلاصتي اجي بلاصتي. واحد الوعد طاح فيه يعني ولا يكفي السابق بمعنى عطاو تصويرنا في خطير غريب يدعو الى الصفريه والاستفزاز والتقزز هو ومن اجل تحسين ظروف تنقل مواطني المدينه سنشرع يقول البعض واتبعوه سنشرع في اطلاق دراسات ملائمه والجدوى الخاصه باحداث خطوط الترامواي لا سمعنا لهذا يا أخي. نحن نعلم ما شاء الله في الأعلام والوليدات وسائل النقل. فإذا بكبير جماعة تقول لي نحن خطوط الترامواي وسنتخذ يضيف صاحب كبير جماعة وسنتخذ الخطوات اللازمة للتشاور مع شركائنا للبحث وتقديم التمويل اللازم للمشروع الطموح والذي يدخل في سياسة الحكومة لتطوير المدن الكبيرة في المملكة. كلام الليل ينفوه النهار لا ترمي لا خبسات ولا يحزنون والله اشهد عنا هذه الحسنه يا رب يا رب تهدوا يقدروا يصيبوا زيد القلب هذيك الرجل خشيها تما خلاص صيب خير بزاف 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 غير تسمع هذيك باش هي تجيك صافي بلاتي بلاتي هذا لا لا زيان شنو ما سمعتكش لا قال لك عيد اللاتي صايبو صافي صافي هاد كاين اللي تيقول لي بلاتي تقول لي عطيونا واحد منهم صافي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أود أن أشكر التغطية الإعلامية لهذا اللقاء هذا الصحفي لتنوير المشهد السياسي مدينة القنيطرة والدائرة الانتخابية البرلمانية باش ننوروهم شنو البرنامج ديالنا ديال الحزب البرنامج المحلي. تنشكركم مرة أخرى للمجيء ديالكم والتغطية ومرحبا بكم في المقر ديال التجمع الوطني للأحرار. الاسم بن نرقية حاتيم دكتور صيدلاني من مواليد مدينة القنيطرة 30/11/1977 خرينا هنا في مدينة القنيطرة خدينا البكالوريا بمدينة القنيطرة بثانوية محمد الخامس برد
وتنعيشوا في مدينة القنيطرة من سكان جزيئات الحوزية. اليوم هذا اللقاء هذا أول حاجة غنبداو به وهو البرنامج الوطني للتجمع الوطني الأحرار. هذا البرنامج هذا جاء من بعد واحد اللقاءات كبيرة اللي دارها الحزب على الصعيد الوطني ديال لقاءات 100 مدينة 100 يوم مسار الثقة. وبهذا البرنامج الوطني ديال 5 سنوات ديال الاشتغال تم يعني إحداث واحد البرنامج وطني للتجمع الوطني الأحرار لانتخابات 2021-2026. هذا البرنامج هذا واللي راح تلاحظوا المغاربة كاملين وهو برنامج تقيس الهموم والمشاكل الاجتماعية ديال المواطن المغربي، ومن بين الحويجات الأساسيين باش ننميو الاقتصاد البلاد باش ندخلوا، لأن عندنا مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة في البلاد، باش نحاولوا إن شاء الله نوصلوا النتيجة تكون في المستوى العالي ونشرفوا بلادنا. خصنا ضروري برنامج ماشي البرامج اللي كانت قبل ديال كوبي كولي ديال 7.5 5.5 في النمو. اليوم تنشوفوا برنامج اللي قيس اللي غيعرفوا أي واحد، لا شاب قاري ولا رجل أمي ولا مرأة قارية ولا مرأة ما قارياش، كل شيء غيعرف هذا البرنامج اللي تقريبا تتسطر في 5 ديال الحويجات أساسيين. غادي نحاول نذكرهم هذه 5 هذو الحويجات. الأولى وهي بطاقة الرعاية لكل مغربي، لأن بطاقة الرعاية كانت بطاقة الرميد، وهذه بطاقة الرميد كانت بأنها محل شهادة ضعف. دابا البرنامج جاب بطاقة رعاية لكل المغاربة باش ما نبقاوش هذا عنده هذا ما عندوش، هذا ممكن نعطيه هذا ما نعطيوش، ولكن جات لكل المغاربة. أولا باش تسبق باش إنسان من غير يدخل لوبيتال ولا غير يدخل المستشفى، هذه البطاقة راه غتبين له يعني غتعطي الولوج للتطبيب. النقطة الثانية ابتداء من 2022 غنوصلوا 300 درهم لكل متمدرس، 300 درهم. هاد 300 درهم للطفل، فقبل ما كانت واحد برامج تيسير، اليوم البرنامج ديال الأحرار جاب 300 درهم عن كل طفل. وزائد واحد المنحة غتكون عن الولادة، من يكون يدير الفاكسان ديالو ديال الولادة غتكون واحد المنحة لتعطالو تعطال الأم ديالو. يعني هذه برنامج خاص، هاد النقطة الثانية خاصة بالطفل والمرأة والأم. النقطة الثالثة كاين واحد 1000 درهم لكل المغاربة اللي ما عندوش دخل سنويا، اللي ما عندوش دخل يعني شهريا، غتعطالو واحد 1000 درهم في كل شهر للمسن ل 65 عام، اللي تيفوق 65 عام غتعطالو واحد 65 درهم 1000 درهم ل 65 عام ابتداء من 2022. النقطة الرابعة هي مليون منصب شغل. كنا قبل تنشوفوا برامج ديال الأحزاب السياسية وباقى الآن محاربة البطالة، محاربة الفساد، محاربة الرشوة. اليوم ما نهضروا على واحد الرقم يعني راه غنتحاسبوا به في 2026، مليون منصب شغل جديدة خاصة للشباب النساء. يعني تمن بعد هذه الأزمة ديال كورونا عرف القطاع ديال التشغيل وعرف واحد البطالة اللي تزاد كثيرة. الاقتراح ديال البرنامج ديال الأحرار وهي مليون منصب شغل. النقطة الخامسة رد الاعتبار الأستاذ. احنا دائما قرينا في مؤسسات عمومية كنا دائما تنسمعوا الأستاذ ما تيجيش، عنده إضرابات بدأ من الثمانينات والتسعينات وإحنا مازال تنسمعوا لحد الآن. السبب ديالو هو تجي حكومة تقول له غنزيدك 100 درهم في الشهر. اليوم البرنامج ديال الأحرار 2500 درهم شهريا اللي غادي تزاد له في البداية ديالو من الالتحاق باش غيتوظف، غتولي في عوض 5000 درهم غيبدا، غتبدا ب 7500 درهم. هذا البرنامج هذا هاد الخمسة ديال الحويجات بيان سور كيما قلت جا من بعد لقاءات مع 300 ألف مواطن مغربي، واللي لاحظتوا بأنه قيس المشاكل الاجتماعية ديالو. هذا البرنامج كيما جا على لسان أعضاء المكتب السياسي ديال التجمع الوطني الأحرار برنامج انتحاري، برنامج تبين للمغاربة بصح النيت إلا بغينا ننقدوا بلادنا، بغينا بصح النيت نرفعوا من المستوى ديال المغرب ونرفعوا المستوى ديال الدخل ديال المغربي، راه خصنا نمشيو مع التجمع الوطني الأحرار
بهذا البرنامج هذا. نمشي للبرنامج ولا البرنامج المحلي ديال الدائره الانتخابيه البرلمانيه ديال القنيطره اللي انا وكيل اللائحه ديالها. بعد اللقاءات اللي درنا ونسقنا مع الجماعات الترابيه لداخل التراب ديال هاد الدائره القنيطره، جماعه ديال المقرن، جماعه ديال بن منصور، جماعه محمد بن منصور، جماعه المناصره، جماعه ولاد سلامه، عامر السفليه، قنيطره، مهديه، سي الطيبي. درنا لقاءات مع المجموعات اللي غادي يكونوا ان شاء الله وكلاء لوائح في جماعتهم، والحداده ايضا. درنا يعني لقاءات مع المجموعات كلهم اللي عندنا في الجماعات، وخرجنا بواحد البرنامج محلي ديال الاقليم. هذا البرنامج المحلي يعني مشينا فيه تقريبا مع البرنامج الوطني، لان من تنقولوا عمل ديال البرلمان وهو مراقبه الحكومه وهو التنزيل ديال القوانين والتنزيل ديال المشاريع اللي غادي تكون اللي غديرهم الحكومه واللي تنتمناو ان شاء الله، واللي اكيد غتكون رئاسه الحكومه عن التجمع الوطني للاحرار. بغينا حتى حنا نتمشاو كبرنامج محلي ديال الدائره ديال القنيطره مع البرنامج الوطني ديال الاحرار في قطاع الصحه. الصحه وتتعرفوا الصحه في مدينه القنيطره والصحه في الاقليم ديال القنيطره. الصحه في القنيطره، ومن تنقولوا مستشفى الاقليمي للقنيطره سبيطار الغابه معروف، ما غنهضرش على الاطر الطبيه والناس اللي خدامين، الله يحسن العوان، كل واحد راه تيدير هذاك الطاقه اللي يقدر يديرها، ولكن المشاكل اللي عندهم تما. القنيطري راه عارف راسو، ولا الاقليم من تيمشي للوبيطال الادريسي راه بحال اللي غادي للكوميساريه، وهذا الشيء معروف، لانه الاغلبيه الساحقه من تيدخل المستعجلات واما تيوقع له الصداع من البديه من الباب حتى تيسالي، من تيمشي تيلقى واحد الاكتظاظ كبير ديال الناس اللي غايمشيو لعند الطبيب، وهذو هما الحويجات اللي مشاكل كبيره. في هاد النقطه بالضبط ترجع للبرنامج الوطني، كاين توظيف 3300 طبيب سنويا اللي التزم بها التجمع الوطني الاحرار، وهي اللي ان شاء الله كفريق اللي غادي نكونوا هنايا فريق في الاقليم ديال التجمع الوطني الاحرار، غنسهروا وغندافعوا باش تكون الكوطه ديال قنيطره وديال الاقليم مرتفعه بالنسبه للتطبيب، بالنسبه للاطر الطبيه. البرنامج ديالنا وهو احداث مراكز صحيه بالجماعات الترابيه. من تنقولوا احداث مراكز صحيه بالجماعات الترابيه، بهذه الجماعات اللي داخلين الدائره اللي ذكرتهم، نخلقوا مراكز صحيه. اولا نقصوا هذاك العبء كبير على المستشفى الاقليمي، لانه التنقل ديال واحد من المقرن الى القنيطره خصو سياره الاسعاف، خصو الغازوال ديالو، خصنا نخلقوا مراكز صحيه تما باش نحاولوا تما نقصوا العدد، فعود ما غير نلتحقوا واحد 100 اللي غيجيو للاوبيتال الادريسي، نقدروا نشوفوا واحد 50 ولا 40 نقدروا نداويوها تما في محليه. تعميم دار الولاده نفس الشيء، من تنقولوا مراه غتولد وهي في واحد الدائره ولا في واحد الجماعه بعيده، خاصها تنقل بالامبيلونس وغتمشي لهذاك المركز اللي كاين ديال الولاده في هذيك الجماعه، والجماعه تعطيها ورقه وغتجي للاوبيتال الادريسي. هذه الحويجات يعني تعميم دار الولاده في الجماعات الترابيه كاملين. مستعجلات القرب، يعني في هذا السياق اللي هضرت عليه، يعني يكونوا مستعجلات القرب 24 ساعه في الجماعات الترابيه. دار الامومه، احداث دار الامومه، وهي دار الامومه اللي خاصه اللي خصها تكون يعني واحد الدار اللي ممكن السيده اللي غتولد باقي لها 24 ساعه ولا 12 ساعه، هاد دار الامومه دارت لاستقبال هاد الامهات اللي مقبلين على الحمل. بالنسبه للمدينه، هضرت على العالم القروي، بالنسبه لمدينه القنيطره البرنامج ديالنا في الصحه هو استكمال اشغال المستشفى الجهوي. تنشوفوا واحد مستشفى جهوي تنحلموا به كاملين باش يكون، الاغلبيه الساحقه وفيات كثيره تتوقع باش نتنقلوا للمستشفى الجهوي بنو سينا في الرباط. بغينا يكون عندنا مستشفى جهوي بالقنيطره، لان الكثافه السكانيه والعدد كافي، وتا المواطن ديال مدينه القنيطره وديال الاقليم ديال القنيطره يستاهل باش تكون عنده مستشفى جهوي.
تأهيل المستشفى الإقليمي والمستعجلات. من تنهضروا على ورجع لوبيطال الإدريسي وكاين واحد الحويجات راه قبيله كيما ذكرهم السي أنس، من نهضر على على المارشي وهذا كاين بلاصه الولاده. ودائما تنقول يعني الممرضات والممرضين راه تيبذلوا واحد المجهود، ولكن راه ما كافيش هذوك الحويجات مقارنه مع عدد كبير اللي تيجي. عدد يعني خاص تكون تأهيل المستشفى، خاص المواطن ديال مدينه القنيطره يمشي يلقى واحد المستشفى يعني تليق بمدينه القنيطره وبالمواطن ديال مدينه القنيطره. هذه نقطه ديال الصحه. كاين نقطه ديال التعليم. التعليم الكليه عندنا كليات مزيانين، عندنا مستوى الحمد لله مدينه القنيطره مزيان، ولكن خصنا احداث كليه ديال الطب والصيدله بالقنيطره. علاش ما يكونوش ولادنا تنشوفوا مستوى عالي تيجيبوا في البكالوريا، ولكن الولوج للكليه خصو ينتقل الرباط، خصو ينتقل لمدن اخرى، وتيقدر نحرموه من هذيك الكليه لانه نظرا للامكانيات الماديه، نظرا ما عندوش الوسائل باش يوصل تما باش يكري باش يتنقل، خاص تكون احداث كليه ديال الطب والصيدله بالقنيطره. عندنا في قطاع التعليم توفير النقل المدرسي بالعالم القروي، خاص دار اتفاقيه شراكه مع 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 وزارات، اتفاقيه شراكه مع المجالس الاقليميه، مع الجهه مع الجهه مع يعني كاع القطاعات المؤسسات المنتخبه، باش نرفعوا من توفير واحد الاسطول كبير ديال النقل المدرسي بالعالم القروي، باش نحدوا من الهدر المدرسي، باش نوصلوا الولوج يعني باش ندخلوا يعني الوليدات ديالنا والبنات ديالنا يوصلوا للمدارس ديالهم. توفير النقل الخاص للطلبه. عندنا طلبه في العالم القروي باش غيجي يكري في مدينه القنيطره، وتتلقى بنت باش تكري في مدينه القنيطره ما تقدرش، باش تنقل بمدينه القنيطره ما توصلش. خصنا يكون نقل خاص للطلبه اولا باش تنطلعوا المستوى ديال تنعطيوه القيمه ديالو ديال هذاك الطالب ولا الطالبه، وثانيا باش نحاولوا في عوض ما غيحبس من القرايه ديالو يكمل الجامعه. توفير التعليم الاولي. من تنهضروا على واحد البرنامج اللي دار في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، خاصنا كمنتخبين كبرلمانيين كنخبه سياسيه خصنا نوفروا التعليم الاولي لجميع الجامعات ديال الاقليم، لان التعليم الاولي هو باش نقدروا نوصلوا لواحد التعليم في المستوى العالي، وغادي يكون هذاك التلميذ في عوض ما غيدخل الابتدائي الاول يدخل على الاقل عارف حويجات باش يساير التعليم ديالو. تعميم منح السلك الابتدائي من اجل الحظ، هي اللي مشيت ليها في البرنامج اللي تنهضروا عليه، برنامج وطني نهضروا على 300 درهم. خصنا حتى هي تعميم المنح السلك الابتدائي، لان بعض المره تلقاو بعض الناس يشدوا هذيك 300 هاد ديال التيسير وبعض الناس ما تياخذوهاش، خاصها تعمم على جميع التلاميذ. الرفع ديال الحصه ديال المنحه، كاين المنحه ديال الطلبه تدار لها واحد المنحه لحدود ديال 70%، علاش ما نكونش 100%؟ ندافعوا على اقليم ديال القنيطره باش يستافد 100% بالمنحه ديال الطلبه. انشاء عدد كافي من دور الطالبات. عندنا الفتاه ديال العالم القروي عندها اشكاليه في التنقل، عندها اشكاليه كما قلت قبيله ديال النقل المدرسي، خاص يكون دور الطالبات لمساعده الفتيات القرويات لكمال باش يكملوا المسار الدراسي ديالهم. العمل على ضروره انشاء مراكز التكوين المهني، وهذه النقطه مهمه، لانه مراكز التكوين المهني هي اللي غتعطينا، غنجي لها من بعد في نقطه ديال التشغيل، مراكز اللي تكون ديال التكوين المهني في الجامعات الترابيه كامله، باش نحاولوا الا ما كانش عنده فرصه باش يكمل في التعليم العالي يمشي للتعليم ديال التكوين المهني. بالنسبه للنقطه الاخرى كاين الثانيه الثالثه ديال التشغيل. التشغيل وهو توسيع المنطقه الحره، تنهضروا على واحد المنطقه حره
اللي الحمد لله بدينا نشوفوا بان كاين واحد التغيير بعد المجهودات ديال بعض الوزراء، وتنشكرهم بالمناسبه وزير ديال وزير الصناعه السي مولاي حفيد العالمي، توسيع المنطقه الحره. وهذه المنطقه الحره غتخلق لنا فرص شغل كبيره باش نحاولوا للقنيطريين للقنيطريات للناس ديال الاقليم باش يستافدوا من هذه المنطقه هذه. عاد زائد وضع شروط، لان بعض المرات يكونوا شروط تعجيزيه لبعض الشباب والشابات باش يدخلوا لهذه المنطقه الحره، خاص الانصاف الشباب القنيطره والاقليم باش يوليو عندهم الحق يدخلوا لهذه المنطقه هذه. كاين واحد الميناء اطلسي، ميناء اطلسي اللي كاين في المناصره وبالضبط في محمد بن منصور، في التراب ديال جماعه محمد بن منصور، هذا داز في الجريده الرسميه سمعنا به، ولكن لحد الان مازال ما تمس الاخراج ديالو. خاص اخراج الميناء الاطلسي للوجود، لان ميناء مهم وغيخلق لنا فرص ديال الشغل، ولا للمنطقه تما للاقليم كامل ديال الاقليم ديال القنيطره. نقطة ثانية وهي البنية التحتية، تنهضروا على البنية التحتية بالفعل، يعني كل جماعة ولا كل بلدية راه تقوم بالمهام ديالها بالمسالك الواجب ديالهم في البنية التحتية، وهما الطرق الإقليمية والجهوية والطرق الرئيسية، لأنه بعض المرات تلقاو طرق كارثية اللي كاينة كما شاروا الاخوان قبيله ديال المشكل ديال القنطره، وهذا مشكل كبير وخاص للتجهيز ديال ولاد برجال. وكاين مشكل من بعد القنطره، الا مشيتي في هذاك الاتجاه تلقى واحد الطريق اقليميه تما كارثيه، اقليم يعني طرق اللي داخل اللي تتربط بالجماعات الترابيه راهما كارثيين، وهما تابعين لوزاره التجهيز اللي كنا تنتمناو يعني كل الاصلاح ديالهم، كنا تنتمناو لهاد الحويجات يكونوا في الوجود، ولكن لحد الان كاين مشاكل كبيره في الطرق وفي البنيه التحتيه. كاين مشكل اخر وهو الكهرباء، كاين انقطاع كبير ديال الكهرباء في العالم القروي، وكاين دواوير وكاين جماعات اللي تقطع لهم الضوء لمده ديال شهر مده ديال شهرين وهو مقطع الكهرباء، رغم بان تنشوفوا الكهرباء في 2021 ولا الماء الصالح للشرب، رغم بالحويجات اللي اساسي خصهم يكونوا قبل. عندنا هذا الكهرباء لان الدراسه اللي دارت في البارك في التسعينات دارت دراسه على اساس السكن. الان تنشوفوا حنايا في جماعات بن منصور، محمد بن منصور، مناصره، مقران، جماعات اللي فيهم هذه المشاكل ديال انقطاع ديال الكهرباء، تلقاو بانه الناس ما بقاوش يكتفيو بالسكن، ولات السقا ديال الكوتاكوت والسقا ديال الفلاحه ولات هو بالكهرباء. علاش؟ لانه الكهرباء قبل كانوا الابار اللي كاينين تما كانوا فيهم 10 متر 8 متر، دابا تنشوفوا الابار اللي كاينين تما فيهم 40 50 متر. الا ما درتيش واحد لابومب اللي خصك تجبد من التحت ودير واحد الطاقه كبيره الكهرباء، راه ما يمكنش تستغل. هاد الحويجات خصهم يتخذوا بعين الاعتبار مع المكتب الوطني للكهرباء مع وزارة الطاقة، وللأسف الوزير ديال وزارة الطاقة راه هو ابن المنطقة وتعيش في هاد المشاكل ديال المنطقة، وبرلماني ديال هاد المنطقة ورئيس ديال هاد المنطقة، ومع الأسف الشديد ما دار حتى شي اتفاقية شراكة باش نقدوا هاد الناس. ما يمكنش ساكنة شهرين ثلاث شهور وما عندهمش كهرباء، هادشي راه ما تيفرحش، وهادشي راه ما يمكنش يمشي للدار. كاين في البرنامج، نبقى دائما في البرنامج، إخراج مشروع ديال مجموعة الجماعات، درنا واحد مجموعة الجماعات ديال مطرح النفايات، ولكن لحد الآن ما عمرها ما دارت، مجموعة جماعات دارت هنايا في قنيطرة، فيها هاد العدد ديال الجماعات اللي كاينين، ولكن التفعيل ديالها راه ما كاينش، الإخراج ديالها للوجود ما كاينش. ربط الجماعات بالنقل الحضاري، ومتى نقول النقل الحضاري راه القنيطريين عارفين المشكل ديال النقل الحضاري بلا ما نذكر عليه، راه سي انس هضر عليه، ولكن هذا الربط هذا النقل الحضاري كنا تنتمناو
باش يربط بين مدينة القنيطرة والجماعات اللي داخل إقليم. أولا اقتصاديا لمدينة القنيطرة غنرفعوا من المستوى الاقتصاد لأن أي واحد دخل وخرج لأن المواصلات مهمة. ثانيا تيفتح بزاف الحويجات لا القطاع اللي هضرت قبيله ديال الطلبة لا التلاميذ يقدروا حتى هما يتنقلوا في هذا النقل الحضاري. عندنا قطاع الرياضة. الرياضة مع الأسف الشديد من تنشوفوا النادي القنيطري بهذا الشيء اللي وصل له النادي القنيطري وحنا من المحبين ومن الناس اللي النادي القنيطري داخل لينا في الدم. ما الهوات مع مرة ما كنا نتمناو باش قنيطرة اللي عندها الهداف الأول مدينة القنيطرة السي البوساتي تنشوفوا واحد من كانت مدينة من كانت الكاك قبل نهار تجي الفرق الوطنية تلعب مع الكاك راه تطرد ليها بزاف البال باش تلعب مع الكاك. خاص يكون استكمال الشطر الثاني من المركب الرياضي ديال النادي القنيطري خاص ضروري استكمال الشطر الثاني باش نحاولوا نلقى واحد مركب. وخاص تكون يعني احداث شراكة مع وزارة الشباب والرياضة باش تكون ملاعب القرب بالجماعات وماشي ملاعب القرب حتى الملاعب الكبرى من تنهضروا باش نرفعوا من المستوى ديال 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 الكره ما غنبقاوش غير في الميني فوت ولكن خصنا حتى الكرون فوت حتى هو يتعمم حتى هو على الجماعات بالعشب بهذا الشيء اللي كاين دابا في المدن الكبرى. حتى حنايا اقليميا خص يكون كل جماعه عندها ملاعب ديال القرب وعندها ملاعب كبرى ديال كره القدم. النقل مشكل ديال النقل كما قلت قبيله ربط الجماعه يعني بهذا بالنقل الحضاري وكاين واحد الخط اللي تنسمعوه ديال السكك الحديديه الجهوي اللي غيمر يعني سلا سيدي حيا مرورا بسي الطيبي. كاين هذا خصو التفعيل ديالو خصو يخرج للوجود لانه تلقاو سي الطيبي واحد الكثافه السكانيه كبيره خاص تكون مرورا تما يكون واحد السكك الحديديه مرورا بسي الطيبي والقنيطره ولاد بورحمه لان حتى هذاك الخط اللي كاين تما على حساب المنطقه الصناعيه اللي كاين تما المنطقه الحره خاص يكون واحد الربط ديال السكك الحديديه في هذا السياحه. حنا اقليميا عندنا الشاطئ اللي كاين هنا ولكن ما مستافدينش منه عاطينه بالظهر والشاطئ راه حدانا ولكن شي حاجه اللي غادي نديروها زوينه اللي غتجلب لنا السياح لمدينه القنيطره تنهضروا على غيجيو يتقهواو عندنا ولكن فين يتقهواو تنهضروا على القهوه تنخصنا باش نجيبوا السياح خاص تكون شواطئ في المستوى خاص تكون عندنا البركه للبحيره ديال سيدي بوغابه خاصها هي تكون بواحد الحله جيده باش نحاولوا على الاقل الى جا واحد السيد خصو يشوف مدينه القنيطره بالمناطق السياحيه ديالها. عندنا قصر مولاي اسماعيل حتى هو خصو يكون واحد يعني دار له واحد الميزانيه خاصه باتفاقيه مع وزاره الثقافه باش نوصلوا بصح النيت عندنا فين غنجيو حتى كنا قنيطريين نخرجوا وليداتنا ولا نخرجوا الناس اللي يجيو عندنا من مناطق اخرى نقول لهم ها فين خصكم تشوفوا اقليم ديال القنيطره ولا هاد ولا يعني الدائره ديال هاد القنيطره هذه كيفاش غت الميناء ميناء ديال القنيطره كنا دائما تنسمعوا بانه راه غدار ميناء ديال القنيطره مارينا ديال القنيطره حويجات القنيطره قنيطره راه غتولي مزيانه قنيطره غدير ودائما تنسمعوها في لقاءات صحفيه وتنسمعوا بانه بنادم تيخرج السنطيحه وتيبدا يقول غاتولي قنيطره بحكا وغانصايبوا قنيطره والميناء غيتصايب. مع الاسف الشديد ميناء ديال مدينه القنيطره اللي تسمات عليه قنيطره راه هو فيه المتشردين فيه الشماكريه هادشي اللي كاين في الميناء مع العلم بانه راه قنيطره راه داك هو الاصل ديال قنيطره هو الاصل ديال مدينه القنيطره خاص هذاك الميناء بصح نيت يولي ميناء في المستوى اللي يليق بالقنيطره وبالتاريخ ديال مدينه القنيطره. الفلاحه مادام بان حنا اقليم فلاحي وعندنا عدد كبير ديال الجماعات تيديروا الفلاحه خاص مواكبه مع الفلاح باش يستافد من هذا الجيل الاخضر
اللي انطلقت به وزاره الفلاحه باش يستافدوا الفلاحه ويرفعوا من المستوى ديال الفلاحه ديالهم. هذه من جهه. من جهه ثانيه خاص يكون احداث ولا بناء واحد الاسواق ديال الجمله، ماشي غير في مدينه القنيطره ولكن حتى في الجامعات المجاوره. هذه الاسواق اولا باش الفلاح يوصل هذاك المنتوج ديالو يسوقه، ثانيا باش تقريب هذا الفلاح من السوق وما يبقاش الاكتضاض بزاف على مدينه القنيطره. هادو تقريبا يعني هذا البرنامج اللي سطرناه. زائد بالنسبه لي كبرلماني ان شاء الله في الدائره البرلمانيه ديال القنيطره، البرنامج اللي سطرناه مع الاخوان واللي غنلتزم به هو هاد الحويجات. زائد غيكون عندي تواصل مباشر مع المواطن في طيله هاد الفتره هذه ان شاء الله، لانه واخا دير برنامج ممكن يكون عندك هموم، يكون مشاكل وحده اخرى غتصنط الناس. ممكن حنا نفكروا ببرنامج ولكن المواطن تيبان له حويجات وحده اخرين، اكيد من بعد الاستحقاقات غننزلوا عند المواطن وغنتشاوروا معاه وغنتواصلوا معاه وغنديروا برنامج محكم باش نحلوا المشاكل اللي بقات. هذه من جهه. من جهه ثانيه خاص برلماني يجلس ويكون في المجالس الترابيه في الدورات الرسميه ديال المجالس الترابيه، خاصو يكون حتى هو واحد العضو جالس تما، ولو هو يصيفط استدعاء، ولو هو يصيفط بانه خصني نجلس معكم. علاش؟ لانه المشاكل الجماعات راه عندهم مشاكل خاصه قادين بها، ولكن كاين ملفات اللي ممكن حتى حنا ان شاء الله نرفعوا عليها، حتى حنا ندافعوا عليها في القبه ديال البرلمان وفي الحكومه ان شاء الله. تنتمناو كما قلت تكون تجمع الوطني الاحرار برئاسه السي عزيز اخلوش. هادو هما البرنامج اللي هضرت عليه كوطني ولا محلي، وتنشكركم على الحضور ديالكم، تنشكركم على هذا اللقاء ومرحبا بكم طرح الاسئله. انا موجود. السؤال عرفته غيجيني هو الاول، هذا السؤال عرفته غيجيني الاول ولكن مزيان. لا سؤال مهم. جامعه سيدي التازي صراحه دارت واحد الحصيله ممتازه واللي تتشرف المجلس، وكانت نموذج ديال التسيير ديال الشباب وتسيير ديال ابناء المنطقه. هذاك العمل اعطى واحد الاشعاع في المنطقه، ومن تقول المنطقه اعطى اشعاع في المقرن، في بن منصور، في محمد بن منصور، في المناصره، في ولاد سلامه، وتعرف شكون هو هذا الشخص اللي وراء هذيك الحصيله. وتم يعني بعد هذا الشيء لقاءات اللي درت مع هذه الجماعات اللي ذكرت لي داخلين التراب ديال هذه الدائره، اللي طلبوا مني الا ما كنتيش غترشح عندنا الرئاسه ترشح عندنا البرلمان. وكانت هذا الشيء هذا مطلب ديال هذوك الناس، مطلب ديال الساكنه. هذه من جهه. من جهه ثانيه انا ابن يعني القنيطرة، وكما قلت قبيله وذكرتها، ولد القنيطرة وكبرت هنا وقريت هنا. زائد الاصول ولا المسقط الراس ديال الوالدين ديالي من المقرن تابع للدائره ديال القنيطرة، والجدود ديالنا وعمامنا ولا وصحابنا وعائلتنا القريبه كاينه في الدائره ديال القنيطرة، يعني في جماعه ديال المقرن. هذو هما الحويجات اللي خلاوني نلتحق. ثانيا الام ديالي حتى هي من الدائره ديال بن منصور اصل، يعني مزداده في الدائره ديال بن منصور، جماعه بن منصور. يعني انا بالنسبه لي ماشي بعيد على الدائره، بالعكس يعني ما نهضروا على الاصل وعلى 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 الجدر كما تيقولوا، راه في هذه الدائره هذه. واكيد يعني الالتحاق ديالنا جاء في هذا في هذا في هذا السياق. تفضلي. انا شفت في البرنامج ديالكم سواء مسوقه او لا، الشيء
إذا كانت عندها البطاقة الرعاية، علاش المغرب غادي يتوجه ديال هذه المساهمة المهنية الموحدة؟ السؤال الثاني هو أنكم اخترتوا الفئة الأساسية اللي غادي تدعموا أو اللي غادي توصل للأجر الأولي ديالو 7500 درهم هو فقط الأساتذة ديال التعليم الابتدائي، إذا لماذا غيبتم أساتذة التعليم الثانوي وباقي المستويات؟ واش ما يمكنش تسميوها أنها فقط استمارة الناخبين، خصوصا أن مستوى الأساتذة التعليم الابتدائي هما أكثر يعني فئات اللي عريضة وكبيرة مقارنة مع الفئات الأخرى. والسؤال الأخير السلسلي وهو المسألة ديال الشغل بمدينة القنيطرة. الآن ولات مدينة القنيطرة محصورة فقط في الكابلاج وتخيبات باقي القطاعات، ولكن حنا عندنا شباب معقل، عندنا خطب جامعي اللي كيخرج لينا شباب كفء في عدة مجالات، لكن في آخر المطاف كيلقى راسو مربوط فقط بمنطقة أخرى. إذا ماذا أعددت من هذه هؤلاء الشباب من غير الكابلاج ومن غير المنطقة أخرى وشباب؟ لا، أسئلة ديالك الله يعطيك الصحة. من تنهضروا على بطاقة الرعاية، قلنا بطاقة الرعاية لكل المغاربة، والنهار اللي قدم هو السي عزيز أخ نوش البرنامج ديالو الوطني، راه قال واحد الكلمة مهمة رخديناه من لاديان ديال البرنامج التنموي الجديد. يعني هذا الشيء راه غادي في السياق، لأنه بطاقة الرعاية راه غادا في السياق ديال البرنامج التنموي الجديد اللي قلتي. ضروري خصها تكون واحد البطاقة للولوج، لأن ما يمكنش ما تكونش عندك بطاقة، ما يمكنش ما غتكونش عندك واحد باش غتمشي تعرف راسك ماشي بلا كارت ناسيونال، ولكن خصك تكون عندك واحد البطاقة اللي غدير فيها واحد الرقم اللي غادي يولي يتبع معك الطبيب على حساب هذاك الرقم اللي عندك. هذه من جهة. النقطة اللي هضرتي على التعليم، بالفعل من تنهضروا على أساتذة مزيان كلهم نعطيهم، ما عندناش مشكل وكلهم نوصلوا، ولكن ما يمكنش نخرجوا شي حاجة وحنا ما قادينش بها. هذه من جهة. من جهة ثانية، هذاك الاستاذ اللي ممكن ديال الثانوي ولا الاستاذ اللي هو دوز واحد الفتره في التعليم، راه طلع من الاشال 9 اشال 10 اشال 11، يعني على الاقل هو من تنقولوا ماديا راه شويه ترفع من الله لا يبلد. اما هذاك اللي بادي يعني من الاول بادي، هو يعني خصو يتزوج، خصو يبني اسره، خصك تبدا معاه من الاول، لان البدايه راه هي عربون ديال بان الناس راه باغيين بصح حتى يترفعوا من التعليم. لا متفق معاك، لان التعليم شوف الا بغينا نبداو شي حاجه ما يمكنش نبداوها من الفوق. راه اكيد دابا حنايا مثلا نهضروا على برنامج تحطت له المصاريف ديالو شحال خصك تصرف فيه. ما يمكنش غتجي تقول عندي 57 مليار ديال الدرهم سنويا غنزيدها في هذه باش نكمل المشروع، راه تحسبات ومعروفه شحال تيتم التعاقد ديال هذا. اما من غنرجعوا حنايا على هذا التعليم الابتدائي، كان واحد التعاقد دارته الحكومه قبل، وهاد التعاقد اللي دارته الحكومه رفعوا ما يزيدوا الناس، راهم ضربوهم. على الاقل تجمع الوطن الاحرار اللي رد الاعتبار لهذاك الاستاذ اللي بدا في التعاقد في الاول، تعطاته كعربون باننا باغين بصح نرفعوا من التعليم، غنوصلوا نبداو من الابتدائي. ولا بغينا نبنيو جيل بصح نيت، حيت عينا ما نهضروا على اصلاح التعليم، عينا ما نهضروا على اصلاح الصحه، عينا ما نهضروا على التشغيل، عينا ما نهضروا. حنا من الثمانينات وحنا تنسمعوا هاد الحويجات، ومن السبعينات وسمعوا والدينا هاد الحويجات، ولكن راه ما عمرنا ما وصلنا للحل بصح. الا بغينا نوصلوا للحل بصح خصنا نطلعوا جيل جديد اللي خصو نرفعوا من المستوى، بدينا من الابتدائي. وان شاء الله نهار لا يتيقوا المغاربه فينا وغادي نترأسوا الحكومه، راه اكيد ما يمكنش حنايا بدينا بواحد البديه، هذه بديه، ولكن مره اخرى راه ممكن يكون برنامج كبر في هذه القضيه هذه ديال فيما يخص السؤال الثالث ديال 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 الشغل. متفق معاك، كاين واحد المنطقه صناعيه عاد زائد بالنسبه لنا حنايا، الا ان شاء الله ترأست الحكومه وكنا راه بيان سور منطقه ديال الاقليم ديال القنيطره غندافع عليه باش يستافد اكثر من فرص ديال الشغل بالنسبه للشابات والشباب. شنو الامتيازات ديالها بالضبط؟ لان حنا حاليا واخا الناس عندهم راني يمكن له يفوت غير
الصندوق ولكن كيخلص الراديو يخلص ليريم يخلص العلوي يخلص بزاف الحوايج. واش استوليت الفكره من الجرين كارد ديال الدول الامريكيه اللي فيها الماء فيها الضوء فيها الغاز فيها بزاف الحوايج هذه من جهه. وانا غير توضيح على الامتيازات ديال هذا الدول الطاقه الرعايه. بالنسبه للزيادات اللي زدتوا للقطاع التعليم انا ما غنقولش واش السبب ولا المعلم، وانما حنا نقولوا التعليم غادي يتزادوا شويه في الصالير وغيخرج من دار الكرا وغيشري طوموبيل ويمكنوا يسافر كيما بغا. بالنسبه للتلاميذ اللي كيمشيو حفيالي في المدرسه بهذا اللغه هذه وكاين اللي كيستعملوا الدوال يعني في البوادي بلا ما نقولوا على المغرب المنسي، واش فكرتوا بهم؟ لان كاين بعض التلاميذ كيخرجوا مع 4 الصباح باش كيوصلوا مع 8 للمدرسه. هذا هو السؤال ديالي. ناس تنشكرك على السؤال. بالنسبه للبطاقه الرعايه رانا شرحت للاخت بطاقه رعايه لكل مغربي، وكاين برنامج تنموي جديد خاص بالنسبه للصحه. هذه البطاقه بيان سور راه تعفيك من المصاريف ومن الحوايج اللي بعض المرات كما قلتي تدخل للرميد وتيقول خصك تخلص. هذه البطاقه اللي هضر عليها الحزب غتعفيك من كاع التصبيقات اللي ممكن دير ديال المصاريف الطبيه. هذا هو البرنامج، هذه هي بطاقه الرعايه. عاد زائد بيان سور حنا غنخرطوا في البرنامج التنموي بالنسبه باش 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 المغاربه كاملين يولي عندهم الحق في التطبيب ويولي عندهم الحق في الولوج ديال المستشفيات. في النقطه اللي هضرتي عليها ديال التعليم والنقل، رجيت انا ببرنامج اللي هضرنا عليه هو تنقولوا توفير النقل المدرسي بالعالم القروي. توفير من توفير النقل المدرسي راه بيان سور راه حنا ما كرهناش تكون بنيه تحتيه قويه باش هذاك الوليد الصغير ولا البنت الصغيره ديال العالم القروي يوقف ليها النقل المدرسي قدام الدار. وهذا الشيء كاين نموذج في الجامعه اللي تنطرحها هنايا، كاين نموذج ديال بانه النقل المدرسي تيوصل حتى الوسط ديال الدوار حتى الاخر دوار اخر نقطه تيوصل ليها، يعني المسلك ولا كله معبد والطرق كلها معبده. هذا الشيء تنهضروا على بنيه تحتيه تكون عندنا قويه غادي نقدروا نوصلوا هذاك الوليد نوصلوه للتالي. ثانيه من غنهضروا على بانه تيمشي حفيان، حنا هضرنا على واحد 300 درهم غتبقى تعطاه شهريا. هاد 300 راه فيها بعض الحويجات واخا قليله، ولكن بعدا كاين غادي تنقص هذاك الضغط على على الاسر ديالنا ديال المغرب. هادو هما الحويجات اللي حنا داخلين في هاد السياق. هادشي كامل اللي تكلمتي عليه هادشي اللي غادي تشوفه من بعد ان شاء الله اذا تم الاداره. بغيت نعرف من يعني من اين هادشي كامل غادي تشوفه؟ هادشي اللي مخليك بزاف انا ميزانية نظري على البرنامج المحلي ولا البرنامج الوطني؟ لا بيان سور قلت انايا واحد 57 مليار ديال الدرهم اللي غيوفرها الحزب وغادي بالاستثمار بخلق استثمار وبعادل من جيوب المغاربه. راه ممكن كما دارت اصلاح اللي تنهضروا عليه ديال المقاصه ديال بانه غنديروا، ولكن كل شيء كان على من على جيوب ديال المغاربه. التجمع الوطني الاحرار بالخبره بالكفاءات اللي عندنا الحمد لله ديال الناس ديال الاقتصاد والاستثمار قادرين نجيبوا استثمار قوي للبلاد، قادرين بصح النيت نقصوا بعض الحويجات اللي ممكن تتبان لينا في الميزانيه ما خصهاش تكون اكيد، لان بعض المرات الميزانيه ديال الدوله بعض الحويجات ما كاينش علاش. ولكن الا خدينا على واحد النموذج بسيط وباش نقول لك يعني شنو ممكن يدير التجمع الوطني الاحرار، وهو غير وزاره الفلاحه بهذا المخطط الاخضر بهذا الجيل الاخضر اللي دارت يعني راه عدد كبير ديال فرص الشغل اللي خلقات، ودارت واحد العدد يعني حتى في الكوفيد اللي كان دار كوفيد اللي جا الكورونا اللي قاصت المغرب راه الخضار والفواكه راه وصلوا للديور ديال اي واحد وما كانش عنده مشكل. راه نفس الشيء اللي دار في هذيك الوزاره راه غير دار في الحكومه، نفس الشيء اللي دار في الاستثمار في وزاره التجاره والصناعه وتنهضروا على السيارات ولينا تنحاولوا ولينا تنوصلوا بانه تنصنعوا سيارات في المغرب واللي ان شاء الله غادي ننافسوا بها دول كبرى، راه قادرين هذا الاستثمار هذا يخلق لنا هذا 57 مليار ديال الدرهم سنويا باش نواكبوا هذا العمل. Wow.
كاين مشكل اخر اللي كيعاني منه التعليم هو عدم التربيه باش نتوما غيتقراو كيما نشوفو ماشي المعلمين ان المعلمين كيلقاو مشاكل مع التلاميذ ديالهم كيتعرضوا للعنف قبل التلاميذ ديالهم باش نقول لك دابا حنا ملي تنهضروا قبيله هضرت على واحد التعليم اولي التعليم اولي التعليم الاولي شنو الدور ديالو ماشي الدور ديالو تعرف الالف والباء والا والبي راه التعليم الاولي وهو التربيه وتيوليك بعدا كيفاش غتوصل للمدرسه والتربيه راه غتبدا من الاسر تتبدا من الاسر وبيان سيور تتزيد في المدرسه وعاد تنوصلوا بصح النيت غادي الا ما تعاوناش حنا مغاربه كاملين راه ما يمكنش غادي نخليو الابناء ديالنا في الشارع وغنوليو نصيفطوهم للمعلم باش غادي يمشي يقريهم ولا غادي يوريو راه كنا غنخرطوا ماشي غير حنايا كحزب ولا مؤسسه منتخبه ولكن المغاربه كاملين خصهم ينخرطوا في هذا البرنامج البرنامج اللي دار ماشي دار شي دوله اخرى راه دار المغاربه والمغاربه اكيد من غدير لهم شي حاجه اللي مزيانه راه اكيد حتى هما دورهم راه غادي يديروه باش تكون التربيه في المستقبل لا ما عمره ما غيكون اقصاء ديال واحد الفئه نهائيا بالنسبه لنا حنايا كتجمع الوطني الاحرار كاين هذا التعاقد لقيناه كاين هذا مشكل كاين من غنكونوا ان شاء الله في رئاسه الحكومه غادي يتحل في هذاك الوقت بيان سور بتنسيق مع النقابات بتنسيق مع التنسيقيات اللي قلتي وغادي نجلسوا معاهم وغيتحل هذا المشكل هذا ان شاء الله بيان سور ما يمكنش حنا تنقولوا الاستاذ غنعطيوك 2000 درهم 2500 درهم اضافيه وما غنجلسوش مع الفئه باش نطلعوا حتى هي من المستوى ديالها ما يمكنش حنا ضد هذاك الاقصاء اللي كان ضد الطريقه اللي تعاملت معها الحكومه ضد اي حاجه اللي كانت قبل حنا جينا ببرنامج وعطينا العربون اول حاجه وهي هذه الاضافه ديال 2500 علاش راه غنفتحوا المجال بيان سور على المشاكل اللي غنلقاوها ما غنلقاوش اي مشكل ديال التعليم ما غنلقاوش اي مشكل ديال التعاقد راه غنلقاو عده مشاكل في قطاعات اخرى بيان سور ما غتجلس مع القطاعات غتاخذ الراي ديالهم كيفاش غيتحلوا هذه المشاكل هذو هذا راه اكيد غيكونوا حتى هما من البرامج ان شاء الله ديالنا وغندافعوا عليهم باش حتى هما يستافدوا لولوج العمل في هذه المناطق الصناعيه كما حكينا حنا واحد الوقفه حنا عندنا رابي
انه الشباب اضطر باش يلبس لباس ديال النساء على حتى باش يشوفوا من الحال ديالهم. واش عندكم واحد النظره مستقبليه انكم تشوفوا مستقبلا بان المشروع دار في التراب القناطري يعني التراب البقالي القناطري يستبدل الناس ديال المنطقه يعني القناطره والنواحي، ولما لا يعني مستقبلا وهذوك الا كانت فرص الشغل يعني بالفائض يستبدلوا هكا المغاربه. واش يعني عندكم واحد الفكره يعني واحد الفكره مستقبليه في هذا المضمار؟ وشكرتوا مزيان يعني انكم توجدوا حلول يعني ديال الشغل تكون داخل القناطره باش تحيد داك المشكل ديال الترونسبور وهذا المشكل ديال النقل داخل المدينه. شكرا. نشكرك على السؤال. بطاقة الرعاية وقلتها قبيلة وغنولي نجاوبك، رغم بأنه بطاقة الرعاية لكل المغاربة، كل المغاربة راه ما بقاش بأنه هذا عنده شهادة ضعف ولا هذا ما عندوش ولا الهشاشة ولا، غتكون لكل المغاربة. هذا راه جوابا على السؤال لأني راه غتعمم على المغاربة كاملة. السؤال الثاني هضرتي على الشغل، متفق معاك، بعد الشاب ولا الشابة تيمشي وبالاخص تختاروا الفتيات اكثر من هذا. بالنسبه لنا حنا هضرت قبيله على البرنامج المحلي، شنو هو؟ وهو احداث مراكز التكوين المهني. هذه المراكز التكوين المهني بعض المرات هو السيد باغي ياخذ ديبلوم، ما عندوش ديبلوم، تتمشي الناس عندهم واحد عندهم حتى هما نقط، عندهم يعني حويجات اللي تطلبوهم باش تمشي تخدم معاهم، اكيد لف الكابلاج لف هذاك الدبلوم هو اللي تيخول لك باش تدخل تخدم. حنا برنامج اللي هضرنا عليه واللي خصنا ندافعوا عليه كاقليم ديال القنيطره هو احداث وبناء مراكز ديال التكوين المهني في الجامعات كامله الترابيه. فعوض ما غنجي واحد من جامعه مقرن وغيدخل القنيطره باش غيدير التكوين ممكن ما غيوصلش، ولكن لو وصلتي له التكوين تما راه غيدار فرص ديال وغيولي عندهم لي ديبلوم، وهذوك لي ديبلوم بيان سور راه عنده الولوج اللي غادي يدخل بهم وغيكون عندهم ما عندوش مشكل. المشكل اللي كاين كبير وهو هذا التكوين المهني كاين نقص، راه ما يمكنش تجيب نتايا منطقه صناعيه ولا منطقه مزيان شي كامل مهم مزيان، ولكن راه كيفاش خصك تكون الناس باش يمشيو يخدموا، لان هذوك الناس اللي جايين يخدموا راه عندهم حتى هما عندهم حويجات تيطلبوهم، ما يمكنش غيجيبو من الشارع يقولوا دوز تخدم، ما يمكنش، عندهم حتى هما حويجات. خصنا حنايا كمؤسسات منتخبه كمنتخبين ديال الاقليم خصنا ندافعوا باش يكون احداث ديال التكوين المهني بكثره في هذا الاقليم، وهذه غتخلق فرص ديال الشغل وغتخلق لنا بزاف ديال الوليدات ديالنا غيمشيو يخدموا. اولا انا سعيد جدا انك تكون حاضر معنا في اكيد انك تزيد معنا التجارب كذلك هذاك من الجرأة بدون إحراج أنك تقيم للخدمات والمداخلات للبرلمانيين سابقين البرلمان. ثانيا جميع البرامج اللي شفنا ديال الأحزاب ما كنشوفوش واحد حتى واحد مرة في واحد المنتدى لتحديد المستويات الدراسية أولا ديال أعضاء البرلمان، ثانيا اعضاء المستشارين المسيرين ديال المجالس القانونيه او العضويه، علما ان الاحصائيات الاخيره كتشير ان 4653 عضو ما عندوش الشهاده الابتدائيه. شكرا. شكرا على السؤال. كما قلتي الصديق ديال الاب الله يجازيك بخير، وتربينا في واحد الاسره سياسيه ورضعنا السياسه العربيه التعرب رضعناها. العمل ديال البرلمانيين اللي كاين حاليا ومع الاسف الشديد من تنشوفوا العداله والتنميه 4 ولا 5 ديال البرلمانيين اللي كاينين، اصاله برلماني برلمانيين دايزين كاملين، ولكن المراقبه
ولا الدور ديالو كبرلماني ما تتبانش شي حاجه اللي ملموسه اللي يحس بها المواطن ديال الاقليم ديال القنيطره، شي حاجه اللي ملموسه. وقع لنا مشكل ديال النقل الحضاري، كلشي رجع للور، رغم بانه المجلس تيسير وتتلقى برلماني في نفس الحزب، وتمشي تشكي حتى هو بحالو بحال ايها الناس. على مين تتشكي؟ واش تضحك على الناس؟ راه ما يمكنش. تنشوفوا اوبيتال ادريسي، هذيك النهار سمعت بانه واحد القط غيدي واحد الدري صغير غيسرقوا المو. فين هما هاد البرلمانيين؟ فين هما هاد البرلمانيين اللي غيراقبوا الحكومه، اللي غيراقبوا وزير الصحه وغيقولوا له شوف لنا الكارثه، ولا غنديروا نخرجوا كبرلمانيين ديال المنطقه ونخرجوا للمستشفى نراقبوا، نديروا جوله تما ونذاكروا ونشوفوا شنو اللي واقع، وهذوك الاطر الطبيه شنو المشاكل اللي عندهم وشنو الهموم ديالهم. ما كاينش نهائيا. يعني البرلمانيين اللي كاين هنا برلمانيين ديال نمشي نصلي في الجامع وغدا راه غيصلي لك صلاه الجنازه، هذا هو اللي كاينين صافي، غنمشي ونصلي ونهدى وصافي، راه حنا هو البرلماني اللي كاين. اما البرلماني اللي غيتواصل وغيراقب الحكومه وبصح النيت غيدافع على الملفات ديال الاقليم، راه ما كاينش نهائيا نهائيا. هذا الوضع اللي واقع لي في مدينه القنيطره. وانا كنت نتمنى شي واحد يعطيني واحد السؤال، ولكن انا نعطيه لراسي ونجاوب. درنا حملات في الغرفه الفلاحيه، وهزيت انا الميكرو تنهضر على الهموم والمشاكل، ومشى الفريق البرلماني ديال العداله والتنميه وصيفط رساله لوزير الداخليه والبرلمان والقيامه بانه تدير حمله انتخابيه قبل الاول، وفريق اخر عاوتاني ديال حزب الاستقلال دار نفس الشيء. واش هذا هو الدور ديال البرلماني؟ واش ما مشيتيش نتايا غدير رساله لوزير الداخليه وتقول له علاش حبستي العراس على الناس؟ ما غتمشيش نتايا كفريق برلماني وتقول له علاش هاد القهاوي غيسدوا مع تسعود؟ ما غنمشيش انايا كبرلماني وغادي نقول علاش هاد الكارثه اللي حنا عامين وحنا طايحين فيها ومازال الازمه عندنا، هادشي ما يمكنش نمشيو نفكوه. بان لكم عير حاتم تيدير حمله انتخابيه حيت الناس باغينو. انا ناجح ان شاء الله والمرتبه الاولى ان شاء الله في الانتخابات، انا متاكد ان شاء الله. اسمح لي ما 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 هذا السؤال فاتني. هو المستوى الدراسي متفق معك المستوى الدراسي مهم في السياسه، ولكن الديمقراطيه هي هذه، والدستور عندنا معروف من حق اي مواطن مغربي ترشح. ما يمكنش تمنعو، ما يمكنش تقول له نتايا، ما يمكنش حتى تمنعو تقول له انت ما قاريش، ما يمكنش. بالفعل انا دوزت واحد التجربه في كرئيس المجلس، ماشي غنمشي انا مع الناس اللي ما قاريينش، ولكن بصفه عامه مجلس خصو يكون فيه متكامل، فيه الناس اللي قاري، فيه الفلاح، فيه كل واحد مخضرم، باش نوصلوا خليط، هذاك الخليط تنوصلوا بصح النيت، نوصلوا واحد النتيجه اللي في المستوى كل واحد تيكمل واحد، هذا هو اللي كاين. وتنتمنى ان شاء الله في انتخابات اخرى يعني المستوى يطلع، بيصير مستوى دراسي مهم، ولكن تبقى دائما الدستور راه هو. أنا قلت قبيله برنامج محلي بالنسبة تأهيل مستشفى الإدريس، ومن تنقولوا تأهيل راه ماشي تأهيل غير في البناية، راه تأهيل بصح النيت خاص دار واحد الفريق برلماني، ونجلسوا مع هذوك الناس ونعرفوا الهموم ديالهم والمشاكل ديالهم. راه كيما بغي يكون الحال، راه ملي تنشوفوا الطبيب حنايا تيستقبل 500 ولا 600 ديال الناس، راه ما يمكنش يستقبلهم. أنا المهنة ديالي أنا دكتور صيدلاني وعارف واحد شويه في هذا القطاع ديال الصحه، راه ما يمكنش طبيب غادي يستقبل 500 600 ديال الناس، ما يمكنش. حتى هما راه خاصنا نوفروا لهم اطر طبيه اللي تزاد،
ممرضين ممرضات اللي تزادوا باش يتعاونوا باش تولي على الاقل الا جا طبيب واستقبل 50 راه غيركز معاهم وغادي بصح نيت غادي يعطيهم الوقت ديالهم. هادو حويجات اساسيه خصنا نخدموا عليهم وغنخدموا على احداث بصح نيت مستعجلات ولا بناء هاد الاستكمال المستشفى الجهوي غينقص شويه الضغط على المستشفى الاقليمي. هذا هو من بين البرنامج زائد يعني خلق مراكز صحيه في الجامعات اللي كاين قبيل قبيله قلت هي اللي غادي تحاول ان شاء الله تنقص نتا هذا الضغط على راه كما بغي كل الحال ممرضه غتولد راه ما يمكنش تولد 10 راه غتولد 4 ولا 5 اللي غتقدر عليهم ولكن باش غنوليو تولد 10 ولا 20 راه ما يمكنش راه غادي يكونوا اخطاء طبيه وهذه الاخطاء الطبيه غيخلقوا لنا مشاكل ممكن في حياه الارواح ديال 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 الامهات وديال الاطفال يعني راه مشاكل كثيره. لا الا بصح نيت بغينا نصلحوا راه خصنا نصلحوا بهذه الحويجات يعني يكون توظيف كبير ديال الاطباء والممرضين وخصو. وانا درت واحد التجربه في جماعه اللي تنترأسها لاول مره دارت اقليميا وهو درت اتفاقيه شراكه مع وزاره الصحه ووظفت ثلاثه ديال لي زانفيرمي على ميزانيه الجماعه وهاد ثلاثه ديال الزافيرمي بميزانيه الجماعه خلقوا في المركز الصحي ديال جامعه سيدي التازي خلقوا واحد الاضافه جديده اللي وصلنا دابا في مركز الولاده في دار الولاده تما وصلنا 10 حتى 12 ولاده في اليوم في 24 ساعه يعني من تنهضروا على 50% ديال الولادات تكون اقليميه كاينه في اوبيتال ادريسي و 50% اللي تتبقى تناخذوا فيها حنا 80% كسيدي علال التازي. شنو اللي خلق وهو هذاك التوظيف ديال هذوك الممرضات هو اللي خلى واحد الاضافه لهذاك المركز ولا بعدا كاين تيقدروا هما ومقبلين ان شاء الله الى يصلى لان انا مرشح الجماعه ديال سيدي علال التازي ان شاء الله مقبلين باش توظيف اطباء توظيف ممرضين وحدين اخرين باش نحاولوا نتعاونوا على القطاع ديال الصحه. لا بيان سير سؤال مهم. انا قبل ما نكون رئيس جماعه كنت رئيس ديال الفرقه ديال الكره ديال النجوم علال التازي ودرت الاحداث ديالها في 2011 التاسيس ديالها في 2011 بمجموعه ديال الشباب والحمد لله كما قلتي راه حنايا مقبلين ان شاء الله الى يسر الله نطلعوا للهوات عمل غادي مزيان مستوى عالي. مع الاسف الشديد هذا الفريق اللي قلتي وبالمناسبه تنشكر الاستاذ دادي لانه لعب واحد الدور كبير 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 تنشكرو بزاف لان كانت فيه واحد الحرقه القاني مازال ما كنتش رئيس القاني مازال ما كنتش رئيس الوقت اللي سالت الفرقه عاد من وراها جيت انا ولكن غادي ان شاء الله نخدم على هاد الحويجات لان الفتاه القرويه وباش وصل لمستوى يلعب في القسم الوطني الاول ماشي سهل ماشي سهل كانت مجهودات كبيره مجهودات كبيره ولكن ان شاء الله غادي نخدم على هاد الحويجات باش نحاولوا نشتغلوا فيها. عييت واش غنقول لكم دابا انا باش نختم منطقه ديال الغرب منطقه ديال الغرب صراحه تستاهل وتستحق تستحق بصح تني التغيير. منطقه الغرب دازوا فيها رجال نساء كاين كفاءات كاين اطر كاين الحمد لله يعني مستوى عالي في منطقه الغرب ولكن بقات دائما مهمشه مع باقي مقارنه مع الاقاليم الاخرى نهضروا على مناطق اخرى مشاو في مستوى اكثر من المنطقه ديال الغرب ولكن المنطقه ديال الغرب بقات في صراعات سياسيه
غير اللي بان غنوضو نخبطوه، اي واحد بان فيه شويه ديال الضوء نوضو نهرسوه. كانت واحد الفرصه تعطات لواحد الحزب، ولكن مع الاسف الشديد 12 عام وحنا تنسمعوا، 12 عام وحنا تنسمعوا تخرج العينين، 12 عام وحنا تنسمعوا الا ما كنتيش معايا راه نتايا فيك وفيك، 12 عام وحنا تنسمعوا الضرب. جا الوقت اللي خاص بصح نيت منطقه الغرب تغير الوجوه السياسيه. انا ماشي تنهضر في